بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النهارده عندنا حلقه خاصه، حوار خاص وحلقه مهمه جدا 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 مع الكابتن امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي. اسئله كتير في الشارع الاهلاوي خلال الفتره اللي فاتت، لعيبه مشت، لعيبه رحلت، لعيبه جايه الموسم اللي جاي، وكمان في الوسط الاعلامي زي ما احنا شايفين خلال الفتره دي الاعلام الرياضي في مصر مشى لعيبه من النادي الاهلي بالرغم ان موسم التعاقدات قفل خلاص في يناير تقريبا من شهرين، لكن الاعلام الرياضي في مصر مشى لعيبه، وفي لعيبه جت النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتفق مع لعيبه. كل التساؤلات دي هيكون لها ردود واجابات ان شاء الله مع الكابتن امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي. وبالمناسبه اداره التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي من الادارات المهمه جدا جدا جدا. طبعا كان فيها اسماء على مدار تاريخها، لكن يظل العلامه الفارقه والاسم الكبير مهندس الصفقات الكابتن عادل القيعي. كابتن عادل القيعي اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي ما شاء الله ابرز صفقات مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، لكن النهارده احنا قدام كادر اهلاوي وشاب اهلاوي نال ثقه الجميع، حتى الجماهير خلال الفتره دي بيتلقبوا بامير الصفقات نظرا للفتره القصيره اللي تولى فيها. ما شاء الله كمان يعني جاب صفقات مهمه جدا للنادي الاهلي. وزي ما اقول لحضراتكم اداره التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي لها مهام خاصه، مهام عامل زي المهام العسكريه كده بالظبط، يعني امور تحتاج الى الكتمان الكبير، ما يبقاش فيه كلام عن الصفقات الا بعد اتمام الصفقه وبعد ما اللعيب بيعلن. عايزين حضراتكم تشاركونا النهارده في حلقتنا النهارده مع كابتن امير توفيق عن طريق هاشتاج اسال امير توفيق. كل اسئله حضراتكم هتكون موجوده معانا النهارده. كابتن امير توفيق هو واحد من ابناء النادي الاهلي اللي خرجوا من قطاع النشيب النادي الاهلي، واحنا حلقتنا النهارده بتتكلم او برنامجنا بيتكلم عن الناشئين والاشبال. كمان ده حاجه كويسه ان كمان مدير اداره التعاقدات يعني يكون ابن من ابناء النادي الاهلي. هو ده الهاشتاج زي ما ظهر قدام حضراتكم. انتظرونا الليله في تمام الثامنه مساء مع اسامه حسني ولقاء مع امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي. هيكون بعد قليل ان شاء الله معانا الكابتن امير توفيق، وكل تساؤلات حضراتكم هتكون معانا على الهواء مباشره. بس قبل ما نروح للكابتن امير توفيق عايز اتكلم مع حضراتكم عن نقاط مهمه جدا. نقاط لما بتكون موجوده في النادي الاهلي انا شخصيا بكون مطمن، او جماهير النادي الاهلي بتكون مطمنه على الفريق، بالرغم ان مباراه طلائع الجيش يعني ما كانتش مباراه كبيره بلغه الكوره للعيبه، او ما عجبتش جماهير النادي الاهلي او النقاد او المحللين، الاداء كان فيه تفاوت شويه، وبالمناسبه ده طبيعي جدا في كره القدم. طبيعي النهارده لما يكون اللعيب وصل لاعلى قمه في التركيز والبطولات طبيعي تلاقي الكيرف ينزل شويه. النادي الاهلي حقق البطوله التاسعه، بطوله افريقيا، بعد غياب 7 سنين. بعدها باسبوعين النادي الاهلي لعب كاس مصر مع موسيماني ايضا اللي حقق البطوله التاسعه. والنادي الاهلي بيحرز بطوله كاس مصر امام طلائع الجيش بضربات الجزاء، وكان محمد الشناوي نجم المباراه ليه دور مهم جدا جدا. ايضا بعدها الاهلي بيروح للبطوله العالميه، بينتقل بقى من البطوله المحليه والبطوله الافريقيه للبطوله العالميه اللي بتنال يعني مشاهده الجميع. النادي الاهلي فيه ابلى بلاء حسنا جدا، وتحقيق انجاز لم يتحقق من 2006، والحمد لله كنت انا موجود من ضمن هذا الجيل وكنا مشاركين في 2006. وبالرغم ان احنا لعبنا في 2005 وما حققناش يعني انجاز فيها، خدنا خبرات منها وحققناها في 2006، لكن هذا الجيل يحسب لي ان من اول مشاركه ليه في كاس العالم الانديه يحقق الميداليه البرونزيه. طبيعي اللعيبه لما توصل لاعلى تركيزها، اعلى توب فورم ليها، طبيعي ان الكيرف ينزل شويه، وده اللي حصل وشفناه في مباراه سيمبا. سيمبا النادي الاهلي خسر، وعددنا الاسباب وحطينا درجه الحراره والرطوبه يعني اخر الاسباب، إن مش دي دايما الأسباب اللي إحنا بنقولها أو بنتحجج بيها، لكن دايما ساعات الخسارة بتصلح لك المسار. الخسارة دايما بتخلي للبطل هدف جاي تاني، هدف بيلعب علشانه.
شفنا النادي الأهلي في مباراة طلاع الجيش كان مهم جدا، مهم جدا تحقيق الثلاث نقاط في مباراة طلاع الجيش. وقلت وأنا هنا كنت موجود في الاستوديو التحليلي مع الكابتن أيمن شوقي، قلت إن المهم تحقيق الثلاث نقاط أهم من الأداء. إن الثلاث نقاط أو فوز الأهلي على طلائع الجيش، وبالمناسبة طلائع الجيش العنيد الأهلي فاز عليه بضربات الجزاء في كأس مصر، علشان الناس لا يتخيل ليها إن طلائع الجيش فرقة سهلة، لا، طلائع الجيش فرقة محترمة جدا جدا جدا، عندهم جهاز فني عالي وقدر يدير المباراة بشكل كبير، وكانت مباراة صعبة للنادي الأهلي. وكل مباراة الدوري الممتاز أو الفرق اللي بتقابل النادي الأهلي بتقابل النادي الأهلي بيقابل صعوبة، المكسب ما بيجيش بسهولة. لكن في إيجابيات كبيرة، إيجابيات ممكن ما تكونش ظهرت على الصورة أثناء المباراة، لكن إحنا رصدنا لحضراتكم صور مهمة جدا جدا، صور هعرضها لحضراتكم بعد قليل. صور طول ما هي موجودة في النادي الأهلي أنا شخصيا زي ما بقول لحضراتكم أنا مطمن على فريق النادي الأهلي، حتى لو رحل أبرز النجوم، حتى لو رحل أحسن اللاعبين من النادي الأهلي. دي أول صورة عندنا، الصورة دي هي فرحة دكة بدلاء الأهلي بالفوز على الطلائع، أو يعني الهدف الثاني بتاع أجايه في الدقائق الأخيرة. ارجعوا لنا للصورة الأولى لو سمحتوا. الصورة الأولى شوفوا من على اليمين علي لطفي، دي فرحة جماعية لكل دكة النادي الأهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي والبدلاء وكله. هناخدها من على اليمين الأول. الأول علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي، الحارس الثاني بعد محمد الشناوي. محمد الشناوي دلوقتي في فورمة يعني أحسن حارس في مصر وأحسن حارس في أفريقيا. لما يكون ده شعور علي لطفي الحارس الثاني اللي لما بيلعب في وقت صعب بيأدي فيه وبنشيد بيه، فأنت تطمن على أوضة اللبس في النادي الأهلي، تطمن على الروح اللي موجودة داخل فريق النادي الأهلي. تاني واحد محمد شريف، محمد شريف اللي خرج من المباراة وما كانش موفق فيها وما حرزش أهداف. عايز أروح وحمدي فتحي أيضا اللي اتغير في الشوط الثاني علشان الراجل يبدأ يلعب بأوراق هجومية أكتر. فأنت النهاردة اللعيب لما بيخرج، لأ ده أنا أهم حاجة عندي الفريق النادي الأهلي، هو مش إحنا النهاردة مش فرقة النجم الأوحد، ده إحنا فرقة النادي الأهلي. اللاعب الأهم عندي في الفرحة أيضا مروان محسن. شوفوا فرحة مروان محسن دي، استحالة فرحة واحد ما شاركش في المباراة تماما، أو دي فرحة واحد الجمهور بينتقده خلال الفترة اللي فاتت. شوفوا يا جماعة العلاقة الكبيرة بين لاعبي النادي الأهلي، هو ده المكسب الحقيقي، هي دي الصورة اللي أنا دايما لما بشوفها حتى لما بنخسر بطولة أو نخسر مباراة دايما بطمن على فرقة النادي الأهلي. ده أيضا حسين الشحات، حسين الشحات اللي احنا بنطالب برضو بالمزيد من حسين الشحات، ان هو لعيب كبير لما بيفوق بيفوق فرقه النادي الاهلي ومحتاجينه اكتر معانا فرحته. دي برضو صوره ثالثه فيها علي لطفي، فيها حمزه علاء، حمزه علاء لابس الماسك ده من الناشئين النادي الاهلي، موجود دايما في المباريات، او ياسر ابراهيم، ده ياسر ابراهيم. وعندنا حمدي فتحي، حمدي فتحي برضو اللي خرج النهاردة، حمدي فتحي، وده كان كلام موسيماني في المؤتمر بعد المباراة، حمدي فتحي يلعب أو ديانج يلعب أو السولية يلعب، إحنا كلنا مطمنين على فرقة النادي الأهلي، هو ده المكسب الحقيقي. وزي ما بقول لحضراتكم، يرحل من النادي الأهلي أي حد ولا بيفرق، النادي الأهلي رحل عنه يعني زي ما الناس تخيل ليها أفضل نجوم النادي الأهلي وأفضل لعيبة النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي على مدار 7 سنين ما كانش بحال البطولة الأفريقية، والسنة دي النادي الأهلي بحال البطولة الأفريقية بعد غياب 7 سنين بلعيبة رجالة، لعيبة، هو ده المكسب الحقيقي بتاعنا، الوحدة، أوضة اللبس، أوضة اللبس اللي دايما لما بنشيد بالروح دي بنشيد أيضا بالكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ اللي عامل روح ما بين اللعيبة، دايما أسرة واحدة، هي دي أسرة النادي الأهلي. وده طبعا هدف رائع لأجاييه. كل لعيبه النادي الاهلي النهارده اللي هيكون مع الكابتن امير توفيق في تساؤلات كتيره عن اللعيبه والحاجات اللي بتطرح دلوقتي في الاعلام الرياضي، هيكون فيها تساؤلات كتيره. هو ده أجاييه، أجاييه ما شاء الله يعني اللي كان متالق او من نجوم المباراه. وايضا محمد الشناوي، محمد الشناوي يا ريت تعرضوا لنا لقطات لمحمد الشناوي، محمد الشناوي اللي انا بعتبره دلوقتي من افضل حراس
المرمى في افريقيا مش في مصر بس. وبالمناسبه انا قلت السؤال ده لميشيل يانكوني، بقول له محمد الشناوي افضل حارس في مصر؟ قال لي لا، محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا. محمد الشناوي، ودي رساله برضو لاولادنا وناشئينا الحراس في قطاع الناشئين، علشان توصل وتكون زي محمد الشناوي في يوم من الايام لازم تتعب، لازم تجتهد في التدريبات، لازم تخلص، لازم تشتغل على نفسك كتير. محمد الشناوي فترة من الفترات خرج إعارة وراح البتروجيت وراح طلاع الجيش واشتغل على نفسه كتير ورجع، وكان دايما ليه هدف ان انا اكون حارس مرمى مصر في كأس العالم. وفعلا تحققت حلم محمد الشناوي علشان اشتغل على نفسه. محمد الشناوي يعني بفضل الله وبفضل اللعيبة وبفضله النادي الأهلي دلوقتي بيحقق بطولات سواء أفريقية أو سواء محلية، دوري وكاس أو برزية كاس العالم. الشناوي نموذج ومثل لكل ناشئ. أتمنى كل ناشئ، مش شرط يكون حارس مرمى، خد إخلاصه وخد تعبه وخد اجتهاده وخد صبره علشان يكون نموذج ليك وهدف ليك. أيضا كمان محمد الشناوي شوف يعني صفاته وسماته الشخصية اللي تغيرت بعد ما أصبح قائد للنادي الأهلي وكابتن الفريق النادي الأهلي. محمد الشناوي اللي ليه فضل كبير بيحتوي أوضة اللبس دلوقتي، أوضة اللبس اللي بقت موجودة في النادي الأهلي دلوقتي بقت أكثر هدوءاً. علشان كده الناس اللي راحت لنقطة مباراة طلائع الجيش والأداء السيء ولاعيبة النادي الأهلي ومحتاجين كتير، أنا من هنا رايح للقطة أحسن بقى. لقطة طول ما هي موجودة عمرنا ما نخاف على النادي الأهلي طبعاً، يعني بعد وجود جمهور النادي الأهلي اللي دايماً هو السند الحقيقي لفريق النادي الأهلي، وهي كمان اللقطة دي. ده بالنسبة للنادي الأهلي. عايز أروح لصورة تانية أو لقطة تانية. لقطة إحنا خدنا اللقطة الأحلى هي لقطة النادي الأهلي ودكة النادي الأهلي، لكن عايز أروح للقطة تانية، لقطة سيئة، لقطة أنا على المستوى الشخصي مش حابب أشوفها، لقطة بتدعو للتعصب. شفنا دكتور جامعي في جامعة سوهاج بيحط أسئلة للطلبة، بيحط سؤال في صورة سيئة، في صورة سيئة عن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي. تخيل لما دكتور جامعي، دكتور مفروض بيعلم الطلبة، بيعلم الطلبة الأخلاق، القيم، المبادئ، نبذ التعصب، والدكتور ده يحط سؤال مسيء. السؤال بيقول ماذا لو توفى أشرف بن شرقي بالكورونا؟ هل ده سؤال في محله من دكتور جامعي، دكتور مربي للأجيال، دكتور فاضل؟ علشان كده بطالب من هنا وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، إن يفتح تحقيق في هذا الموضوع. والنهارده شفنا رئيس جامعة أو سمعنا رئيس جامعة سوهاج وهو بيقول الموضوع أحيل للتحقيق وهيكون فيه أشد العقوبات. لو عايزين نبتدي صح في الرياضة لازم نبتدي من هنا، من الطلبة في الجامعات، من الطلبة في المدارس، علشان لما نفتح المدرج يقعد الأهلاوي جنب الزملكاوي، علشان نشوف زي ما شفنا في السبعينات أو الثمانينات اللقطة الشهيرة، اللقطة اللي احنا لسه بنضرب بيها المثل في 2021، لقطة كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاتة، الرمز الأهلاوي والرمز الزملكاوي، وهما الاتنين بياخدوا ايد بعض وبروحوا المدرجات الزمالك ومدرجات الأهلي. علشان كده ده دور النجوم الكبار، دور الإعلام الرياضي الذي يدعو للتعصب. ما ينفعش دايما هنا في قناة الأهلي الصح هنقول عليه صح والغلط هنقول عليه غلط. ما ينفعش الصح في يوم من الايام الصح نقول عليه غلط او الغلط نقول عليه صح، استحاله. علشان كده ما ينفعش وبننبذ هذا المظهر الذي يسيء للمصريين كلهم لما يكون دكتور جامعي بيتكلم عن اشرف بن شرقي اللاعب المحترف المغربي. النهارده تخيل لما الصوره دي، وحتى بالمناسبه كمان انا ما بتكلمش علشان يكون لاعب محترف أو غير مصري، بالعكس إحنا كل اللعيبة المحترفين اللي بيجوا مصر بنعتبرهم مصريين. بنشوف علي معلول في النادي الأهلي بيعامل إزاي، أليو ديانج، كان حتى اللعيبة اللي رحلت أليو باجي، كل المدربين الأجانب، شفت شوف الناس
بتتكلم ازاي عن النادي الاهلي، هي دي الصوره الحضاريه اللي المفروض نسيبها ونعلمها للناشئين الصغيرين. النهارده لما الصوره دي تتناقلها وسائل الاعلام الخارجيه او في المغرب، يبقى احنا ايه شكلنا كمصريين؟ يبقى احنا النهارده ايه شكلنا يعني كرياضيين؟ فعلشان كده بدعو النهارده السيد وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي بفتح تحقيق في هذا الموضوع علشان ما يتكررش مره ثانيه. شفنا خلال الفتره السابقه من بدايه ايضا الدوري الممتاز، وده موضوع مهم جدا بيخص النادي الاهلي وبيخص التحكيم اكتر ناس مسانده للتحكيم في مصر هو النادي الاهلي. الدوري اللي قبل السنه اللي فاتت كل الفرق استعانت بحكام اجانب، لكن النادي الاهلي كان بيستعين بحكام مصريين علشان يدي الثقه للحكم المصري. الحكم المصري بالمناسبه حكم نزيه، دايما بنشيد بيه، حكم محتاج بس يتعلم، محتاج يتطور مستواه، لكن دايما الحكم المصري بنقول عليه حكم نزيه، وده اهم حاجه في التحكيم. لكن الفتره اللي فاتت بعد دخول الفار كان في اخطاء كتير من حكم الساحه، عملنا بعد كده حكم الخطوط، التجربه يعني فشلت، شلنا حكام الخطوط اللي كانوا جنب المرمى وبعد كده دخل حكم الفار. مفروض حكم الفار بيساعد الحكام او حكم الساحه وحكم الميدان بصوره اكبر، لكن للاسف اللي احنا شفناه خلال الفتره اللي فاتت، واحنا معانا صور دلوقتي هنعرضها لحضراتكم، ازاي النادي الاهلي بيتظلم في كل مبارياته بسبب حكم الفار. شفناها في مباراه طلائع الجيش الاخيره، النادي الاهلي نفس اللعبه، كابتن البنا بيحسب الكوره من خارج ال 18 لما بجات في ايد لاعب طلائع الجيش بيحسبها لصالح النادي الاهلي، دي من بره ال 18. طيب ليه ما اتحسبتش لما جت في ال 18؟ قدامنا اللقطه، كوره اجاييه اللي عدى بيها في الشوط الثاني وبيسددها وجت في لاعب طلائع الجيش. النهارده لو حكم الساحه وهو فعلا الكابتن البنا للامانه ما شافهاش، ليه النهارده الفار ما يتدخلش؟ طب ايه النهارده دور الفار؟ ما احنا النهارده مقعدين الفار علشان كل اللعب دي، اللعب الصعبه اللي بتصعب رؤيتها بالنسبه للحكم. في مباريات كتير، في مباراه وادي دجله ايضا، لعبات كتير. احنا من هنا احنا ما بننتقدش الحكام، لكن احنا بنساند الحكام، لكن احنا بنسعى للافضل خلال الفتره اللي جايه، خاصه ان احنا بنشوف في انديه او مباريات التحكيم بيكال بمكيالين، فنتمنى ان شاء الله التحكيم يكون افضل خلال الفتره اللي جايه. دي كانت الحالات الموجوده معانا بالنسبه للتحكيم في الدوري الممتاز، وبالنسبه ايضا لمباريات النادي الاهلي. هنروح دلوقتي ايضا عايزين نطمن على قطاع مهم، قطاع بيمثل يعني استثمار كبير للنادي الاهلي، استثمار مادي واستثمار فني، هو اكاديميات النادي الاهلي. ونروح نطمن اكتر من الكابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن شطه. كابتن اسامه ازي حضرتك، عامل ايه؟ ايه الاخبار، منورنا. الحمد لله كابتن. قول لي دلوقتي اخر الاستعدادات، دلوقتي عارفين ان في اكاديميات النادي الاهلي تستعد للدوري الداخلي، والشيء العظيم والشيء الجميل ان البطولة السنة دي باسم مؤمن زكريا. والله طبعا انت عارف احنا يعني السنة دي المنطقة والاتحاد ما عملش اي نوع من المنافسات او الدوري بالنسبة لهذه القطاعات الكبيرة بتاعت الاكاديميات، فانا عندي 16 اكاديمية بتاعت النادي الاهلي في مختلف المحافظات، فالحمد لله يعني استطعت ان انا اجمع افضل اللاعبين في المراحل السنيه 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 عشان نحاول برضو نعمل دوري مؤمن زكريا باذن الله. هنستكمله ان شاء الله مع المراحل الصغيره اللي هي 2014 و2015 و2013 بحيث انه يعني نغطي كل المراحل السنيه المختلفه. والحمد لله هي الاتفاق مع كابتن خالد ديبو قدرنا نوفق انه مدربي القطاع يكونوا موجودين معانا في تلك المنافسات اللي معموله لدوري مؤمن زكريا، والحقيقه تعاون يعني تعاون غير مسبوق بصراحه من خلال برضو المدير الفني التشيكي معانا على طول في
الاختبارات اللي بتتعمل والمباريات، واتفقنا اتفاق هي مهم جدا جدا. انا بعتقد ان دي هتكون يعني طفره فنيه كبيره جدا، انه حين المراحل السنيه بتاعت القطاع هتلعب مع المراحل السنيه بتاعت الاكاديميه للمميزين، بحيث انه المباريات دي هتوري للمدربين وللقطاع اللعيبه المميزه جدا، بحيث تبقى في مقارنه بينها وتكون مباريات يعني من اجل اكتساب المواهب مش من اجل المكسب والخساره. وده طبعا اتفقنا وعملنا جدول ان شاء الله لهذه المباريات في الفتره اللي جايه، اللي هي طبعا ما فيهاش اي مسابقات موجوده او اي دوري موجود، ودي حاجه انا حقيقه بحيي فيها قطاع الناشئين، وانه دي بتساعد كثيرا انه كل اللاعبين من كل الاكاديميات المختلفه يتواجدوا معانا في هذه الفتره الموجوده لحد ما نبدا رمضان. وان شاء الله اتمنى انه يعني هذا القطاع الكبير بتاع الاكاديميات يكون يعني مفرخه او قاعده للاعبين ان شاء الله يستفيدوا من النادي الاهلي. واكون سعيد جدا كمان لو حقيقه البرنامج بتاعك استطاع برضه يتعاون معانا في ابراز هذه المباريات اللي موجوده، وانا شايف بعض اللقطات هي بتوري انه قناه النادي الاهلي مواكبه لينا ومواكبه لكل قطاع الناشئين وكل المباريات اللي موجوده. فكره رائعه كابتن شطه ان البطوله بطوله الدوري الداخلي بالنسبه لاكاديميات النادي الاهلي تحمل اسم الكابتن مؤمن زكريا. والله مؤمن زكريا طبعا هي كلنا يعني بنسنده كلنا. وحضرتك معانا على الهواء دلوقتي يا كابتن شطه، احنا بنستعرض دلوقتي صوره مؤمن زكريا وبنستعرض لقطات لاكاديميات النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. والله الحقيقه انا اتمنى في النهائيات ان شاء الله باذن الله ندعوه يكون موجود معانا يا اسامه، عشان انت عارف برضو القصد مش القصد ان انا يعني بقدر ما بنحاول يعني نشركه في هذا المجال عشان يعني كمان يكون معانا يعني ونكون يعني سند ليه في هذه الفتره العصيبه ان شاء الله، وربنا يعديها على خير ويكون دايما موجود معانا وفي ذكرانا ان شاء الله. وانا اتمنى انه يكون عنده وقته او صحته تسمح انه في مدينه نصر هنعمل الحقيقه الختام الرياضي يكون موجود معانا، ويكون هذا اليوم يعني بالنسبه لنا يعني مناسبه سعيده جدا انه هي مؤمن زكريا يعني يكون موجود في الملعب، وممكن كمان نخليه يشترك في بعض اللقطات اذا كان يستطيع انه يعني يشارك اللاعبين في اي نوع من التمريرات والحاجات دي، اكون شاكر جدا ليه اذا كان وقته بيسمح. ودي طبعا هتكون يعني مش عايز اقول يعني دفعه قويه ليه ان شاء الله عشان يكون معانا في السنوات القادمه باذن الله. كلمته انا كابتن شطه من حوالي اسبوع مؤمن زكريا، كنت بطمن عليه، لقيت الحمد لله صوته فيه طاقه ايجابيه كبيره، الحمد لله فيه تحسن في العلاج بشكل كبير. وحتى وانا كنت بكلمه قال لي ان شاء الله العشره يا اهلي ومباراه الافريقيه ان شاء الله في النهائي، ما انزلش اشيل الكاس بس، لا ده انا انزل اشارك ان شاء الله في المباراه كمان. يا رب يا اسامه ده يكون يعني يوم سعيد لينا كلنا، عشان هذا اللاعب الحقيقه اخلاقه وكل السمات الحقيقه اللي موجوده في حبه للنادي وانتمائه يعني وضحت في الفتره اللي هي يعني تواجدنا معاه في كل المناسبات حقيقه. وانا سعيد جدا انه هذا الدوري سمي بهذا الاسم، واشكر لجنه التخطيط بغياده الكابتن محمود الخطيب وكابتن حسين صالح وزكريا ناصف انهم وافقوا على ان انا اسمي هذه المسابقه او الدوري باسم مؤمن زكريا. اشكرهم كلهم، واشكر كمان الحقيقه اللاعبين والمدربين في اكاديميه النادي الاهلي المختلفه، وان شاء الله في مفاجات ان شاء الله هبقى اعرضها عليك لاحقا، ان انا في سبيل ان انا اروح الصعيد ان شاء الله ازور بعض الحقيقه الملاعب نعمل فيها اكاديميات النادي الاهلي، وباذن الله ربنا وفقنا واديك بقى يعني فول ريبورت كامل عن كل هذه الحقيقه الدورات اللي انا هعملها هناك، وان انا اوفق في ان انا افتح اكاديميه اخرى ان شاء الله باسم النادي الاهلي اللي هو في كل مكان النادي الاهلي قادر على انه يكون يعني مفرخه للاعبين في جميع المحافظات ان شاء الله يا اسامه. ان شاء الله الخطط المستقبليه يا كابتن شطه، وحضرتك بتكلمنا دلوقتي عن صعيد مصر، صعيد مصر اللي ما شاء الله المليء بالمواهب اللي شفنا يعني فرغ لكل انديه مصر ومنتخبات مصر، يعني الخطط المستقبليه بقى للنادي الاهلي سواء في صعيد مصر او خارج مصر. وفي صعيد مصر طبعا انت عارف احنا عندنا في اسوان واسيوط وعندنا في 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 هنحاول كمان يعني نعمل اكاديميات اخرى في المنيا وفي بني سويف،
واشرفاك طبعا فيها اكاديميه بقى لها سنين طويله موجوده، ودي طبعا هتكون برضو موجوده معانا. واتمنى برضو ان انا النادي الاهلي في الاقصر باذن الله تمام لما يفتتح هذا النادي هيكون برضو مركز كبير جدا لينا في الصعيد. وانت عارف اللاعبين اللي جم من 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 جنوب الوادي اغلبهم يعني متميزين جدا، ودي حاجه هتخلينا برضو نستطيع اننا نستقطب جزء كبير جدا من هؤلاء المواهب الموجوده في الصعيد، ودي طبعا حاجه مهمه جدا لينا. وانا اتمنى ان انا اوفق ان شاء الله ان انا اوصل لبعض الافرع اللي موجوده في الصعيد عشان نستطيع من خلالها برضو نضيف للنادي الاهلي اكاديميات اخرى تبقى حقيقه زي ما قلت لك القاعده نوسعها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، تبقى عندنا كل المحافظات باذن الله مغطاه تماما بهذا المجهود الكبير الذي يبذله النادي الاهلي. زي ما انت قلت في الاول الحقيقه بحييك ان هو بجانب انها يعني استثماريه لكنها فنيه في المقام الاول والثاني، ودي حته مهمه جدا عشان نستطيع اننا نوجد لاعبين لقطاع الناشئين خصوصا مواليد 2011 و2012 و2013 الان عندهم قاعده كبيره جدا، لان السنه الجايه هذه المراحل السنيه عندها يعني في البرايم عندها ممكن هي النادي الاهلي يستفيد من الاعداد الكبيره اللي موجوده يعمل قاعده من هؤلاء اللاعبين، لان انت عارف المدرسة الكرة في الاتحاد المصري لكرة القدم تبدأ من 2012، فإن شاء الله النادي الأهلي بيجهز هذه المرحلة السنية عشان كل مدربي المدرسة يستطيعوا أنهم يعني ياخدوا من هؤلاء اللاعبين عشان تبقى القاعدة اللي موجودة إن شاء الله قاعدة مبنية مؤسسة تأسيس كويس منذ الصغر، فدي حاجة مهمة جدا الحقيقة حبيت ألفت نظر الحقيقة السادة المشاهدين عليها. هذه المرحلة السنية 2012 السنة الجاية هيكون لها دور في مدرسه الكوره في قطاع الناشئين. اخيرا يا كابتن شطه، يعني عايزين نستغل بقى خبراتك الافريقيه وعلاقاتك الافريقيه، عندنا ابناء النادي الاهلي اللي لعبوا في النادي الاهلي احمد فيليكس في غانا، عندنا فلافيو جيلبرتو في انجولا، عندنا موسيماني المدير الفني دلوقتي من جنوب افريقيا، نتمنى عايزين نشوف بقى خطوه ان شاء الله النادي الاهلي او اكاديميات النادي الاهلي في افريقيا. والله انا خطيت خطوتين الحقيقه، وان شاء الله هعرضهم على لجنه التخطيط قريب، بس ان شاء الله الفتره دي طبعا انت عارف المباريات مضغوطه، واتمنى بس الاقي فرصه اعرض ان انا في غانا كلمت احمد فيليكس وكلمت حقيقه مدير الفني الاتحاد الغاني لكره القدم ومجهزين حقيقه ملف كامل لهذه الاكاديميه في غانا، وجيلبرتو طبعا كلمني وفلافيو كلموني كويس وطلبوا انهم عايزين يشاركوا النادي الاهلي في بعض الامور اذا كانوا حتى لو جم يشتغلوا في مصر او لو استطعنا نعمل اكاديميه في انجولا، لان هم الاثنين الحقيقه يعني ما زالوا عندهم الامل انهم يتعاونوا مع النادي الاهلي ويعملوا في النادي الاهلي او في السودان يا كابتن شطه، كمان السودان في السودان مهمه. انا حقيقه انا تواصلت معاهم هم كان طبعا جيلبرتو كان في الكاميرون، كان في لجنه الفنيه بتاعت تحليل كاس الامم في الكاميرون الاخيره دي، وبعت رساله مع بعض الاخوه في الاتحاد الافريقي وقال لي ان شاء الله انا عايز اتعاون مع النادي الاهلي، ودي حته طبعا هتورينا انه من خلال هذا الرجل ممكن او اللاعب هذا ممكن نقدر نعمل اكاديميه كويسه في انجولا. وكمان كيسو موسيماني هيساعدنا كتير جدا جدا نفتح اكاديميات في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا فيها اكثر من 25 اكاديميه برشلونه وريال مدريد وليفربول وكل شعبيه النادي الاهلي زادت كمان في جنوب افريقيا بعد قدوم موسيماني. وان شاء الله يعني تكون اكاديميه النادي الاهلي موجوده مع هؤلاء الاكاديميات الكبيره جدا. وبعدين اطمنك برضه في السودان، ايوه السودان هناك تعاون كبير جدا بيننا وبين الاخوه في السودان، في السودان عشان نفتتح اكاديميه في السودان، لان تعرف عدد السودانيين في مصر وفي عدد كبير، فنتمنى انه هناك برضه كمان نعمل اكاديميه في الخرطوم، ونحاول برضه نتوسع مع الوقت باذن الله لكل الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي، نقدر حتى في تونس عندنا نسبه جلبان، عندنا مزبوط. في المغرب عندنا دلوقتي بنون، يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا نقدر ننتشر بشكل اكبر، ودي طبعا محتاجه مننا الدعم كبير جدا من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط تساعدنا في اننا نعمل كل الحاجات دي ان شاء الله الموسم القادم باذن الله. ان شاء الله، خاصه كمان يا كابتن شطه ان اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا. كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد، حلقتنا النهارده خاصه جدا ومهمه جدا علشان ضيفنا ضيف خاص، هو احد الكوادر الاهلاويه، شاب نال ثقه الاهلاويه ونال ايضا ثقه الكابتن محمود الخطيب.
خلال فترة قصيرة قدر يعقد صفقات مهمة جدا للنادي الأهلي على أرض الواقع، شغله بان. زي ما بقول لحضراتكم، في لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي في أسماء كتير اشتغلت فيها، لكن يظل الاسم الكبير هو مهندس الصفقات الكابتن عدلي القيعي. لكن لما بنتكلم دلوقتي عن المستقبل وعن الشغل الموجود، أكيد عندنا نجم كبير هو أمير التسويق كابتن أمير توفيق، اللي هيكون في ضيافتنا بعد قليل. كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي. بات أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي أيقونة وثعلب الصفقات الحمراء الجديد، ليكون الامتداد الحقيقي للمهندس عدلي القيعي صاحب التاريخ الطويل في هذا المجال. وارتبطت الجماهير الحمراء بأمير توفيق بعد أن نجح في إثبات جدارته بهذا المنصب الرفيع، بعد أن ساعد الأهلي في الظفر بصفقات من العيار الثقيل، ليزيد من قناعة مسؤولي ناديه بأهمية ضخ كوادر شبابية جديدة لتأمين مستقبل قلعة الجزيرة. ولد أمير توفيق في 2 أكتوبر 1985 بالقاهرة، حيث نشأ وترعرع على حب الأهلي وعشق الكرة. والتحق أمير توفيق بقطاع الناشئين في نادي هليوبوليس القريب من إقامة عائلته قبل أن يكمل عامه السابع، لكنه ظل يطارد حلمه حتى تحقق ذلك بالانضمام للأهلي عام 1996. لعب أمير توفيق في قطاع الناشئين وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول عام 2003 تحت القيادة الفنية للهولندي جوبن فرير. حاول الفتى الشاب حجز مكان له، لكن الظروف لم تساعده، فاختار الرحيل إلى إسمنت السويس ثم الاتصالات ووادي دجلة. لعب أمير توفيق لجميع المنتخبات الوطنية من الشباب للناشئين ثم المنتخب الأولمبي، وضمه حسن شحاتة للمنتخب الأول عام 2007. لعبت الظروف والإصابات دورها في قتل موهبة أمير توفيق في حراسة المرمى، فاعتزل كرة القدم. ورغم أن التوفيق تخلى عن أمير اللاعب، لكنه بات اسما على مسمى بعد الاعتزال، فاتجه أمير توفيق إلى دراسة التسويق الرياضي وعمل مديرا للتسويق بالقلعة الحمراء عام 2014، ورحل ثم عاد من جديد للقلعة الحمراء ضمن مشروع عائلة الأهلي لتكوين كوادر شبابية لمستقبل القلعة الحمراء. خطف أمير توفيق الأنظار وتعلقت به الجماهير بعد نجاحه في تحدي كافة الظروف والتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل مثل أليو ديانج وبدر بانون ومحمود كهربا وحسين الشحات وحمدي فتحي وغيرهم، بجانب السويسري ريني فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. أمير توفيق يكشف الكثير من الكواليس في الأشبال. منورنا يا كابتن امير. كابتن اسامه حبيبي نورك، ايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله. جاهز؟ يلا بينا. الناس كلها جماهير النادي الاهلي اول ما اعلنا هاشتاج اسال امير توفيق، الناس كلها مستنيه امير توفيق النهارده. يلا بينا، انا جاهز. حابين طبعا نبتدي معاك الحكايه بقى من الاول. يعني امير توفيق دلوقتي اصبح واحد من الكوادر الاهلاويه دلوقتي، مدير اداره التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي، لكن قبل كده امير توفيق ابن من النادي الاهلي اصلا. طبعا. يعني خرج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كلمنا بقى عن الفتره دي. انا في الاول خالص كنت لعبت كوره في هليوبوليس وانا عندي 7 سنين، بعد كده جيت الاهلي وانا عندي 10 سنين. قعدت من 10 سنين لغايه 21 سنه في النادي الاهلي. بعد كده في الدرجه الاولى قعدت فتره كنت معاك وبقيت بتصعد معاكوا شويه. وبعد كده خلصنا في 2006 خرجت من النادي الاهلي. اعاره بعد كده؟ لا طلعت جنبي. وقتها كان فكره الاعاره لسه مش موجوده قوي يعني. كان وقتها المبدا ده لسه احنا عملناه قريب يعني بشكل كويس يعني، بس دلوقتي كان وقتها كان بيبقى استغنى عن الناس كلها اللي موجوده اللي بيعدوا السن. بس فروحت اسمنت السويس، اتصالات، بعد كده دجله، بعد كده بقى اتجهنا قبل الاعاره، قبل اسمنت السويس وقبل وادي دجله وقبل الاتصالات والكلام ده. مين اللي اكتشف امير توفيق في قطاع الناشئين؟ مين اللي قال امير توفيق ممكن يكون معانا دلوقتي الجيل بتاعك
فاكر الصوره دي؟ غالبا دي في ملعب واحد او اثنين اللي فوق اللي هم ملعب الناشئين. فاكر معظم الناس اللي فيها. قول لنا مين كان الجيل بتاع امير توفيق؟ يعني كان طبعا كابتن نجار، هو كان الدكتور كان الاحمال، احمد مجدي، كان حازم جمع احمد مجدي، كابتن محمد وهبه، كابتن احمد ناجي، كابتن فريد شوقي، كان غالبا ده احمد سمير فرج غالبا، وعلاء كمال. ايوه مش فاكر بصراحه. ده طبيب الفريق انا حافظهم. امير توفيق اول واحد على اليمين من تحت. انا بالظبط انا على اليمين كنت تحت. كنت سفروت صغير. جنبي زينهم واسلام عادل ومحمود رمضان وبيبو وحاتم كمال ومحمد السيد وعمرو الحلواني. كانت فرقه محترمه وقتها، كانت فرقه كويسه. عمرو الحلواني دلوقتي لاعب اسوان و... ما شاء الله ماشي كويس، ماشي كويس. هو عمرو جميل، ما هو من هو صغير كده كان دايما شخصيه مختلفه ما شاء الله. النادي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي خرج لعيبه لكل الانديه في مصر. ما شاء الله ما شاء الله. خرجت انت من النادي الاهلي من قطاع الناشئين، بعد كده لعبت في الدوري الممتاز. لعبت يعني اسمنت السويس من 2006 ل 2008. بعد كده مصريه الاتصالات 2008 2011، بعد كده دجله لغايه 14، بعد كده خلاص بطل كوره. فاكر المباراه بتاعت الاتصالات والاهلي؟ جيت فيها جون برضه انت وقتها. فاكر الماتش ده؟ كنا لازم نكسب المباراه دي واحنا برضه، وانتوا كنتوا لازم تكسبوها. احنا كنا ننزل وانتوا كان الاهلي والاسماعيلي وقتها كان الدوري. وقت الدوري احنا بنحسم كل بالزبط. نقطه بنقطه علشان مين هينافس للاخر. وكان 1-1 الماتش ده. نزلت مكان تريكا غالبا، نزلت انا الشوط الثاني وسجلت. بالظبط فاكر، فاكر الجون. انت كنت في المباراه دي متالق مش لازم اطلع اخدها بالبوكس، لكن ما اعرفش طلعت ليه. طيب انت النهارده بعد ما بتعتزل كره القدم تشتغل في التدريب، تشتغل في الاداره، تشتغل في الاعلام، او تسيب الكوره كلها؟ امير توفيق اتجه لاداره مجال التسويق. بص فكره التسويق بالنسبه لي ما بداتش لما جيت ابطل كوره. يعني انا مبطل كوره 2014. انا كنت محضر الكارير بتاعي من 2012 وانت بتلعب، من بعد بالظبط مجزره بورسعيد. يعني بعد الثوره الكوره وقعت شويه. بعد بورسعيد حصل يعني مشكله جامده جدا في صناعه الكوره عامه. فوقتها فكرت ان انا، وبرده عشان بكون حقاني برده، انا حتى انا الكارير بتاعي شخصيا ان انا، وكنت مثلا جو منتخب شباب، منتخب اولمبي، رحت منتخب اول، مشيت من الاهلي بس كان في ممكن ارجع تاني، كان في كلام من كنت من الاجوان الصاعدين في الدوري المصري. بعد كده الكيرف نفسه بقى ثابت وبينزل، ثابت وبينزل. فخلاص فكره ان انا ابقى طموح ان انا ابقى جو منتخب مصر او في الحته دي، الموضوع بقى لا مش موجود خلاص. فكان لازم احضر كارير جديد لنفسي من بدري. فالحمد لله يعني كان فكره معظم لعيبه الكوره بيتجهوا فعلا للاعلام او ممكن التدريب اول حاجه طبعا. لقيت ان فكره السبورتس ماركتنج عامه دي مش ما فيش حد مركز معاها جامد. وكنت شايف وقتها ان هي في مصر بعيده جدا عن اوروبا. فايه مشكله ان ابدا من بدري، ابدا من وانا صغير في حاجه 20 سنه. انا مبطل كوره 28 سنه. فابطل في الوقت ده لغايه ما اوصل لسن مناسب ان شاء الله اكون اوريدي خلاص عملت كارير كويس. انت بدات وانت 28 سنه بتبطل، يعني انت من حوالي 26 بدات تشتغل او بالزبط. تاخد خبرات، اخد خبرات واخدت دبلومه وادرس حته السبورتس ماركتنج عامه وسبورتس مانجمنت بشكل عام. ان انا ازاي ممكن تدير منشاه رياضيه، ازاي ممكن تشتغل في التسويق الرياضي. بعد كده اول ما بطلت كوره كان ده اتجاهي على طول. ان انا قلت مش هستنى لغايه ما يكون مثلا عندي 37 سنه 35 سنه مثلا ولسه وقتها افكر ان انا هعمل ايه. فطبعا ده مش هيكون كويس ليا خالص يعني. كويس. طيب النهارده انت يعني اشتغلت في النادي الاهلي 2014 2015 2015 دي كانت بدايتك في النادي الاهلي. بالظبط. كان في اداره التسويق برضو والتعاقدات؟ كانت اداره التسويق. لا مفيش تعاقدات، ما كانش فيها تعاقدات. كانت الاداره وقتها كانت تعاقدات لوحدها والتسويق لوحدها؟ لا كانت خبريه خالص. انا كنت نائب مدير التسويق وقتها. وكان وقتها كان نادر خليل هو كان مدير التسويق في الفتره دي. بعد كده دخلت عشان افهم النادي ماشي ازاي واتعلم جوه النادي. بعد كده على حظي الكويس ان وقت عقد الرعايه اللي كان مع صله وده نادي الخليل كان ما كانش موجود في الصوره قوي. فانا عملت العقد بشكل شبه كامل مع احمد الشناوي، كان وقتها هو المستشار التسويق. فده اداني خبره جامده جدا في ان انا كنت لسه بادئ في النادي الاهلي، وان اعمل حاجه عقد بالحجم ده. كان وقتها العقد بربع مليار جنيه، فكان ده حاجه خبره كبيره جدا. وانت بتبتدي المشوار وبتبدا في التعاقدات تاخد خبرات جدا، وده اداني فرصه لما اشتغلت مع شركه صله. الناس توسموا فيا خير فعرضوا عليا اشتغل هناك في الشركه. ففكرت ان انا اروح هناك في شركه صله، كان التايتل كان اعلى واخد خبره اكتر. قعدت 3 سنين خدت فيهم خبره كويسه جدا لغايه ما رجعت بعد كده الاهلي. رجعت النادي الاهلي يعني. انت النهارده ابتديت الاول في اداره التسويق، خرجت الصله، بعد كده عوده مره اخرى
مع مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب. بالظبط. وانا في شركه صله كان الكابتن خطيب بعد الانتخابات كان الدكتور سعد شلبي قعدت معاه برده كذا مره في الاول. دكتور سعد لما قعد معايا طرح عليا موضوع ان انا اكون موجود في النادي الاهلي تاني. وقال لي ان انا في الاخر كابتن خطيب عايز يخلق كوادر كويس للنادي الاهلي، كوادر جديده. وانا من الناس المرشحه يكون ليهم دور في القصه دي. يعني ما ترددتش ثانيه، يعني هو اول ما قال لي المعلومه دي كلمت كام تفصيله كده صغيره ووافقت على طول، وبلغت شركه صله والناس محترمين كده يشكروا ان هم قدروا الموضوع والموضوع خلص على طول. يعني وجيت لما طلب منك على اداره التسويق. تسويق بس مفيش تعاقدات. ما كانش التعاقدات جت بعد كده. بالظبط. صح يعني انا بالظبط جيت الاهلي يوم 5/7/2018. 2018 ده مدير تسويق. التعاقدات 16/12/2018. جيت في ظروف صعبه. كان في ظروف صعبه، انتقالات والاهلي محتاج يدعم، ويعني علشان كده الظروف اللي اشتغل فيها امير توفيق ظروف صعبه، وعلشان كده معلم مع جمهور النادي الاهلي بالصفقات واللي انت عقدتها في الفتره دي. هي صعوبه الفتره دي كانت لو فاكر كان كنا لسه خسرنا فاينل افريقيا. ايوه الترجي كان امام الترجي، بعد كده خرجنا بطوله على بطوله عربيه من الوصل الاماراتي غالبا. مظبوط. وكان كان لسه وقتها محمد فضل وحسام غالي كانوا استقالوا. فكان لازم يكون حد موجود الفتره دي، والنادي كان عايز يدعم بشكل كبير جدا في يناير. محتاج تبني فريق من جديد. بالظبط. الفرقه كان فيها مشاكل فنيه كتير. فدي الفكره. وحتى كابتن خطيب لما قال لي الموضوع ده قلت له يا كابتن انا يعني انا خايف ان انا يبقى عندي مشكله، ما عنديش خبره في القصه دي. اداني وعد، قال لي يا امير لا احنا في ظهرك، كان هو من سعد لقاي وقتها، احنا في ظهرك وهنقف جنبك وما تقلقش خالص، احنا واثقين فيك. وان انت اشتغلت عقد رعايه، كان برده لما جيت الاهلي لتاني مره اشتغلت عقد رعايه وبس فضائي وعقد اللبس لو فاكر، لما حصل فسخ التعاقد مع شركه مع سبورتا وجت امره بعد كده احنا جبناها على طول في اسبوعين، جبنا امره في عقد الرعايه كان صله فسخت، جت برزنتيشن بعدها برده باسبوعين. كان بس فضائي نفس الكلام برده، فكان ديلز برده كابتن شاف يعني شاف فيا حاجه، هو توسم فيا خير يعني. الاداره بتظهر وقت الصعب. فالنهارده وانت بتقول سبورتا فسخت، مفيش بعدها بكام يوم امبرو موجوده، النهارده شركه الرعايه مش موجوده، في شركه تانية. ده النهارده يعني بيديك خبرات كبيره وبيديك ثقه كبيره، وبتكون ملفات مهمه في وقت صعب انك انت بتشتغل عليه، ان عليك مسؤوليه كبيره. طبعا كانت فتره كانت صعبه جدا، ان انت لازم النادي يكون مستقر تسويقيا وماليا وفنيا وكل حاجه. فلما في مره واحده تخسر شركه رعايه وشركه ملابس الموضوع كان تحدي كبير جدا. لكن كابتن خطيب شخصيا، دكتور سعد، مجلس الاداره، كان كل حد كان عارف كان بينفذ ايه بالظبط، وكان كل حد عارف دوره فين. فالحمد لله عرفنا نعدي المرحله دي بامان. بعد كده جت التعاقدات بقى خلت الموضوع يبقى شكله احسن يعني. وانت بتقول لي دلوقتي يا كابتن محمود خطيب وانت جاي في ظروف صعبه قاعد معاك هو كابتن عادل القيعي، وادوك ثقه كبيره جدا ودعموك بشكل كبير، اتعلمت ايه من كابتن محمود الخطيب؟ كابتن محمود الخطيب اهم حاجه الكابتن علمها لي وهو اهلي من الاول، فكره انكار الذات. ان انت ازاي تكون في النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي دي مؤسسي، كل حد عارف دوره ايه. النهارده انا في تعاقدات، دوري ليا فريم ماشي جواه، ما ينفعش اجي اقول انا النجم وانا اللي بعمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الاساس، مفيش حد اكبر من النادي. وده الاساس اللي احنا ماشيين عليه. بس وعملت شويه مشاكل اخر فتره بس ربنا كرمنا في الاخر. والكابتن عادل القيعي، يعني كابتن عادل القيعي طبعا يعني يظل الاسم الاشهر طبعا. مهندس الصفقات وثعلب الصفقات، لكن دلوقتي امير توفيق ما شاء الله علم مع الناس، وخلاص الناس بتلقب امير بامير الصفقات دلوقتي. اتعلمت ايه من المهندس عادل القيعي؟ لا مهندس عادلي راجل اسطوره، راجل شغال. انت عارف اقول لك معلومه، وانا في ليوبلس قبل ما اجي الاهلي وانا عندي 10 سنين هو اللي جابني الاهلي. والله؟ والله يعني جابني. كان بيتابعك لا يعني هو حد كلمه عليا وهو اللي وقتها كلم والدي وجابوا لي وقتها ب 50 كوره، وعارف حاجات كانت زمان الحاجات اللي هي ال 50 كوره 50 تيشيرت. انا شايف صورتك هنا مع الكابتن عادلي ده. اليوم ده كنا لسه ماضيين مع حمدي فتحي. حمدي فتحي حلو قوي. كنا لسه مخلصين الديل مع ام بي وهو كان جه معايا وقتها الشركه وخلصنا الديل مع بعض، وده كنا راجعين في الطريق على النادي. كويس. كان مستشاره بتستعين بيه يعني وانت في بداياتك براي كابتن عادلي برضو بخبراته؟ طبعا طبعا. اتعلمت من كابتن عادلي كتير جدا، ولغايه دلوقتي كل هو الراجل لغايه دلوقتي هو ممكن يكون ما بقاش موجود على طول معايا في الحته التنفيذيه بس راجل مشكورا مش بيتاخر عليا خالص، كل ما احتاج منه مشوره بيساعدني فيها يعني. كابتن عادلي ما شاء الله خبرات كبيره، وكمان على المستوى الشخصي يعني انسان جميل. تعالى بقى نشوف التقرير ده مع كابتن عادلي القيعي وكلامه عن امير الصفقات كابتن امير توفيق.
عشان نفهم تفاصيل تجربتي مع أمير توفيق لازم نفهم تفاصيل المسؤولية أولا. هو مطلوب إيه من أمير توفيق؟ الإدارة كانت زمان اسمها إدارة التسويق والاستثمار، كان جزء من مهمها التعاقدات. مع التقدم التكنولوجي، التقدم في فكر التعاقدات، أصبحت العملية معقدة أكتر، فأصبح مدير التعاقدات بيستقل بالتعاقدات. يعني هو مسؤوليته ان يتعاقد للنادي الاهلي مع اللعيبه والمدربين اللي بيختارهم ناس تانيين مش هو. هو قد يرشح، يعني هم لما يجوا يقولوا له عايزين مدرب ممكن يقدم سيفيهات، عايزين مهاجم بالمواصفات الفلانيه يقدم ترشيحات، لكن صاحب القرار والفيتو بيبقوا ثلاث جهات. اولا لجنه التخطيط اللي بتغرب كل ترشيحات، نمرة اثنين الجهاز الفني اللي بيقول أيوة هو ده تنطبق عليه المواصفات ولا لا، ثم طبعا إدارة النادي المتمثلة في الكابتن الخطيب لأنه مفوض من مجلس الإدارة بشؤون الكرة، وبعدين بعد كده بيعتمد كل هذا الكلام من مجلس الإدارة. إذن أمير توفيق هو منفذ لاختيارات فنية وليس صاحب قرار فني. بس بقول الكلام ده ليه؟ لان انا شايف فيه نوع من التحامل ساعات بيبقى على مش بس امير، اي حد في هذا المنصب، ولكن امير في الفترة الاخرانية يعني بيتعرض لتقييم مبني على تقييمات فنية للعناصر اللي دخلت، ده مش دوره. دور امير ونجاحه بيبقى انه يجيب الحاجات اللي النادي محتاجها، اولا يحصل عليها، ثانياً وبالسعر الذي يناسب قدرات النادي وبالحدود اللي بتتحط له. هل أمير توفيق ناجح في هذا الإطار؟ طبعاً لحد دلوقتي كل ما كلف به حصل عليه في إطار ميزانية النادي التي كلف بها. يبقى أمير توفيق يملك من الكفاءة، يملك من الثقافة، يملك من الشغف، ودي اهم حاجه. اذا احنا ما حبيناش شغلنا في النادي الاهلي شغلنا مش هيحبنا، مش هننجح. احنا بنروح نفكر اطول مده ممكنه في مسؤوليتنا تجاه النادي الاهلي. اعتقد ان امير بيعمل كده بالظبط، خاصه ان امير مش جاي من فراغ، ده جاي من تجربه تسويقيه حيث كان يعمل في احد الشركات، شركات اللي هي الرعايه والتسويق، و يعني عنده خبرة في هذا الأمر. لكن ممكن في إدارة اللعيبة والتعاقد مع اللعيبة لا، هو تبادل خبراته. وطبعا لما النادي الأهلي خد هذا الكلام هتقولي وين مال انت دورك يا عدلي؟ أنا دوري مستشار يلجأ إلي لاكتساب المشورة وبعض الخبرات في أمور معينة وفي أزمات محددة. وطبعا أمير على تواصل تام معايا يعني، لكن ما هواش على تواصل في تفاصيل يومية، لكن احنا يديني يعني او نتبادل الكلام في بداية مشوار التعاقد، وبعدين كل التفاصيل وكل الإجراءات التنفيذية هو بيعملها لحد ما نيجي نقفل البيعة وصياغة العقد والحدود بتاعتها. اذا اتعملت في الإطار اللي اترسم له خلاص ما فيش مشاكل، إذا في بعض التحريك ممكن قد يلجأ إلي سواء من لجنة التخطيط أو كابتن خطيب أو أمير أو أمير في بعض المراحل يعني اللي هي بيسموها إيه مبكرة شوية. لكن بكل المقاييس أمير هو الرجل المناسب في المكان المناسب ويؤدي عمله على أكمل وجه. أوجه الأمير أقول له أنت ماشي كويس، استمر في التعلم، استمر في دراسة المناخ أكتر سواء الإفريقي أو العربي أو الخليجي أو الأوروبي والعالم، يعني أمريكا اللاتينية، هتكتشف باستمرار أن في أمور جديدة ممكن تضيف إلى النادي الأهلي من خلالها. جمع المعلومات بالشكل اللي يحتاجه النادي الأهلي، السكريسي، محدش ياخد منك حاجة أبدا مهما كان. آه.
كلام مهم وشهادة مهمة من الكابتن عدلي، يعني الراجل المناسب أمير توفيق في المكان المناسب. شهادة جميلة جدا، وأنا بشكره جدا على الكلام الجميل ده. المهندس عدلي زي ما قلت لك من الناس اللي اتعلمت منهم كتير وخدت منهم خبرات كويسة، وراجل أسطورة في المكان ده في النادي الأهلي. فأتمنى إن شاء الله يكون في يوم من الأيام يعني يكون بنفس مقدار النجاح اللي هو نجاح حققه إن شاء الله. في أسئلة كتير في الشارع الأهلاوي محتاجة رد منك. يلا بينا، احنا قدامنا ساعة والحلقة تخلص ومحتاجة رد منك. يلا بينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هتسمعوا كل الردود لتخص الشارع الأهلاوي من الكابتن أمير توفيق. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير، قطاع الناشئين السنه دي بالنادي الاهلي بيمر بطفره كبيره. طفره السنه دي يعني مدير فني اجنبي منذ سنوات طويله ما كانش فيه مدير فني اجنبي. السنه دي صحينا لقينا النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني اجنبي. هي دي اول مره يبقى فيه مدير فني اجنبي قطاع الناشئين. قبل كده كان كروفر كان مسؤول عن البراعم وتطوير المواهب البراعم. لكن دلوقتي ان يجي لك مدير فني جديد بيخطط لقطاع كامل النادي الاهلي، دي اول مره تحصل بالشكل الحالي. فكره بروكرش جت من الاول طبعا نجم التخطيط وكابتن خطيب وخالد بيبو وانا كنت معاهم، ان احنا كنا عايزين ازاي نجيب ازاي نخلق هويه لقطاع، ازاي نوحد سيستم لعب قطاع الناشئين، وازاي النهارده نجيب حد يكون مسؤول عن الكلام ده ويكون عنده خبره في التطبيق الكلام ده في بلده. وده بروكيتش كان من دون اسماء مرشحه، وده اللي هو كان بينفذه عنده في تشيك. كان مين الاسماء المرشحه غير بروكيتش؟ كان في اسماء تانية مش معروفه معظمها. مدارس يعني رحتوا المدارس ايه ممكن؟ لا، كان في اللي كنا احنا كلمنا مع اربع مدربين في الاخر، دول كانوا واحد منهم هيجي والاربعه كانوا موافقين، بس طبعا كل واحد كان عنده الحته الماليه ممكن تكون معطله الموضوع شويه معانا. فكان في واحد اسباني واحد هولندي وبلجيكي وبروكيتش. فبروكيتش هو في الاخر اللي استقرنا عليه. الامور ماليا كانت منطقيه بالنسبه لنا شويه، وفي نفس الوقت برضه راجل خبراته كويسه جدا. لما اتكلم سي في قوي طبعا. لما اتكلمنا معاه لا راجل هو تعيش طول عمره في ناشئين، يعني في سبارتا، سبارتا براغ في تشيك، بعد كده اتحاد تشيكي. بتتكلم في 12 سنه خبره في المكان ده. فهو عارف حافظ فكرة تطوير القطاع من السن اللي هو 7-8 سنين لغاية 20 سنة بشكل كبير جدا. الراجل لما جه أول ما اتكلمنا معاه في الأول، احنا كان عندنا هدف زي ما قلت لك ان احنا نوحد نبني هوية النادي الأهلي ونوحد طريقة لعب القطاع، كل سن بالأسلوب بتاعه وازاي برضو ويحصل ازاي التواصل بين قطاع الناشئين وفريق الاول. مهم عشان النهارده ما انت بتعمل سياسه فريق الاول النهارده. ان احنا انا قلت كده من اسبوع تصريح ان احنا عارفين صفقاتنا كمان سنتين عامله ازاي. بالظبط انا بشرح لك دلوقتي. انا بقول لك الفكره في ايه. ان احنا انت عارف البلان، انا بقول صفقات ان هو يجي شخص لعيب هجيبه. احنا بنتكلم المراكز اللي هتكون محتاجه تدعيم في خلال سنتين من دلوقتي. سنتين دول هيبقى حد من القطاع او حد من بره النادي الاهلي او حد من بره مصر، فدي بتكون ليها لازم يكون ترتيب من بدري. فالقطاع النهارده يكون التواصل الراجل دوره من ادوار رئيسيه ازاي بيتواصل مع الفريق الاول، وازاي النهارده ان هو بيحضر لعيبه مناسبين في اماكن احنا هنكون محتاجينها الفتره الجايه في الفريق الاول. اتبعتوا سياسه مهمه جدا انا شايفها من اهم السياسات الموجوده في قطاع الناشئين، هي فكره الاعارات. ما شاء الله يعني بنشوف لعيبه قطاع الناشئين بتروح تكتسب خبرات، يعني بتؤدي اداء قوي في الانديه اللي هي معاره ليها، خاصه ان فرصها ممكن تكون قليله في النادي الاهلي. شايف فكره الاعارات ازاي؟ وهل الاعارات دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي واداره التسويق والتعاقدات او اداره التسويق، هل فكره ماديه ولا فكره فنيه اكتر؟ فكره ماديه وفنيه الاثنين. ان احنا بنطلق اعارات بفلوس وبنوفر مرتب اللعيب نفسه كويس، فبيكون لنا مكسب مالي في القصه دي، وفي نفس الوقت فنيا، وده الاهم بالنسبه لنا. النهارده اللعيب الصغير ده مثلا مواليد سي مثلا 2001 تمام. قبل كده
كان قطاع الناشئين في الاهلي او في مصر عامه دايما المدربين بيبصوا له ان هو قطاع بطوله. ماشي، هو طبعا قطاع بطوله عشان الاهلي، انا مش معترض على الكلام ده، لكن لازم يكون عندنا هدفين اساسيين او ثلاث اهداف. تمام، اول هدف ناخد بطوله اوكي طبعا بتاعه السنه نفسه. ثاني هدف الفريق الاول اللي هو اهم بطوله الناشئين. ثالث هدف ان انا ازاي اسوق اللعيبه دي في اوروبا. اوروبا تمام. فزمان كان اول هدف كان هو بيطغوا على ثاني وثالث هدف. كان لا انا عايز اخد بطوله 2001 فاللي هو انا اسف يا فرحتي يعني انا هاخد بطوله النهارده واللعيب في الاخر هيتحرق ويكون مش قادر يستحمل. النهارده كان في زمان اللعيب بيلعب مع سنه والاكبر منه والفرقه اللي بتلعب في خمس ده غلط جدا. ما ينفعش اللعيب لازم احافظ عليه النهارده واللعيب بحضره ازاي يبقى لعيب درجه اولى خلال سنه او سنتين من الفتره اللي احنا بنتكلم فيها. فالنهارده ازاي تعمل الميزان ده قصه مش سهله، وقصه ازاي عشان تغيرها من اللي هو العقليه بتاعت العقليه المصريه ان احنا لا نازل نكسب بطوله دي الاساس، ان انت تقول لنا يا جماعه لا احنا عندنا بطوله جزء والفريق الاول هو الاهم، مستقبل النادي هو الاهم، فدي تاخد وقت شويه. طيب فكره الاعارات بتربطه دلوقتي اللعيبه قبل ما تخرج الانديه الاعارات بعقود طبعا. ما طبعا بالظبط. ما نرجع بقى فكره الاعارات نفسها ان احنا اللعيب النهارده لازم يطلع اعاره ياخد خبره في الدوري الممتاز. ماشي، اللي كل ما ياخد خبره هيرجع لنا يفيد الفريق الاول على طول، فهنقطع شوط السنه مثلا درجه دوري ممتاز يعتبر بسنتين طبعا في الناشئين من تحت مشاركه طبعا بياخد خبره اكتر بيجي لنا هو شبه جاهز في القطاع. وده اللي حصل في اخر سنه مع الخمس لعيبه اللي رجعوا لنا، اكرم وناصر وصلاح واحمد ياسر وشريف. السنه دي حاصل بشكل اكبر كمان شويه، عبد المنعم واحمد عبد القادر وعمار حمدي وشكري وفخري، فبنتكلم مش هكون ناسي حد برضو يعني. أنا مجهز لك كل بالظبط يعني. يعني لو انت بتتكلم عن سموحه عندنا محمد عبد المنعم وعندنا احمد عبد القادر وعندنا محمد شكري بالظبط راح لهم في يناير. الاتحاد عمار حمدي، عندنا النهارده الجون عربي بدر، عندنا المقصه فارس طارق، البنك الاهلي فخري وشادي رضوان بالظبط. فاللعيبه دي كلها بتتكلم حوالي 7-8 لعيبه. ولو اتفرج عليهم في الدوري السنه دي ماشيين بشكل كويس جدا وشكل محترم جدا. فاللعيبه دي في الاخر احنا بنتكلم مينيمم من 3-4 لعيبه السنه الجايه هيكون لهم دور معانا يرجعوا تاني. طبعا لازم، ما انت بيطلعوا اعاره عشان يرجعوا لنا يكونوا المراكز اللي احنا ممكن عندنا نقص فيها هم بيساعدونا فيها. موسيماني بيتابع اللعيبه ولا امير توفيق ولا الكابتن سيد؟ يعني موسيماني هو شغال في المنافسات دلوقتي وفي المباريات برضه عينه؟ عين موسيماني. احنا عندنا فيه النهارده اداره التعاقدات مع اداره التحليل الاداء بتاعه اللي مع موسيماني اللي هو موسي ويوشا الاثنين دول مع الاداره عندي مع خالد واحنا بنتابع البرفورنس بتاعهم اللعيبه اللي شاركوا قد ايه وعندهم مشاكل، حد عنده مشاكل مع مدربين، مشاكل مع اللعيبه. دي عندنا دلوقتي بنعرض مشاركات اللعيبه المعاره من النادي الاهلي للانديه بالظبط. عندنا حاجه طبعا ممكن تكون فيها شويه تفاصيل اكتر شويه عن كده. شغلنا احنا هنا بالنسبه للبرنامج يعني. فالراجل في الاخر دايما كده دايما في تقرير دوري على طول بنتابع اللعيبه دي عشان في الاخر بنحضر ان احنا الصيف جاي من دلوقتي مين ممكن يكون اللعيبه اللي يكون يدور معانا السنه الجايه. طيب امير توفيق السنه دي لقطاع الناشئين جاب احمد عبد القادر، احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه وهو ابن من ابناء النادي الاهلي وطلع فتره شيك ورجع مره ثانيه ما شاء الله السنه دي يعني مع سموحه بيأدي مباريات قويه بشكل كبير. شايف احمد عبد القادر ازاي؟ احمد من اللعيبه الكويسين جدا ومن الشخصيات الجميله. ان هو لما سافر من الاول راح تشيك اتظلم شويه في النادي الاهلي وشبه عملنا تحقيق في الموضوع عرفنا ايه اللي حصل بالظبط فلقينا ان هو حصل يعني زي ما الناس قالت ده هرب من قطاع الناشئين لا يعني هو سافر هو سافر بس حصل شويه ظروف كانت يعني مش في صالحه جوه النادي يعني غير تفاصيل. لما سافر هناك حصل له تطور بدني رهيب رهيب يعني ما شاء الله واحد تاني يعني. ودي من الحاجات برضو اللي ضايقتنا ان احنا ازاي احنا في النادي الاهلي ما نكونش عندنا فكرة السبورت ساينس او العلم الرياضي ان انت ازاي يكون اللعيب عندك يكون جسمه متناسق جسمه مظبوط لما يطلع درجه اولى ما يكونش محتاج وقت للتكيف مع الدرجه الاولى. فاحمد في سنتين في تشيك رجع واحد مختلف ففنيا لعيب كويس جدا. كان في دماغنا اول ما جبناه يطلع اعاره على طول، ده كان حاجه اساسيه بالنسبه لنا عشان انا شايف ان هو الفتره الجايه هيكون له دور مش مع الاهلي بس مع منتخب مصر كمان. لو النهارده بتعير لاعب من قطاع الناشئين لاحد الانديه وما شاركش، هل النهارده النظره بتختلف مع النادي ده؟ النهارده طبعا النهارده عندك نجاح مع سموحه، سموحه اخذ ناصر ماهر، اخذ صلاح محسن، اخذ لعيبه كتير وما شاء الله في نجاحات مع سموحه.
هل النهارده الجونه برضو السنه اللي فاتت والسنه دي واخدين عربي بدل، هل بيتم تغيير السياسه مع النادي مره اخرى لو ما استعانش باللاعب؟ طبعا بالظبط، بيكون النادي والمدرب برضو. طبعا احنا في حاجه فنيه، مدرب ما اقدرش انا اتدخل في اختياراته طبعا. لكن برضو في مدربين بيفوقوا اللعيبه، كابتن حلمي طولان مع عمار حمدي ما شاء الله، مش هقول مع احمد شريف بعدها، فكابتن حلمي طولان بالنسبه لنا من المدربين لما يقول لامير انا عايز لعيب هفكر كذا مره، لا الراجل ده بيفوق اللعيبه بتاعتنا. في برضه الجونه نفس الكلام او سموحه، فطبعا دي حاجه تفرق. في انديه اخرى اللعيبه بتروحها بيضروا، فوقتها فكر كذا مره ان انا قبل اللعيب يروح عندهم هناك. خطط كابتن امير توفيق المستقبليه بقى، عايزين نقول المفاجات كده معانا وانت موجود معانا النهارده، ايه خطه كابتن امير بالنسبه لقطاع الناشئين او بالنسبه للاعيبه اللي موجوده داخل قطاع الناشئين مش على المستوى المحلي هنا في مصر، لا بالنسبه لاوروبا ايه؟ زي ما قلت لك احنا كان في حاجه ناس ما تعرفهاش، ان احنا كان شهر واحد اللي فات ده كان هيطلع ثلاث لعيبه من الاهلي يسافروا تشيكو بولندا يحترفوا هناك. ده من ضمن اهدافنا الرئيسيه، فكره سفر اللعيبه الصغيرين الفتره الجايه، ان احنا الاهلي يبقى بوابه للعيبه لاوروبا. اوروبا تمام. عندنا الراجل ده بروكيتش لما جبناه هو عنده هدفين زي ما قلت لك، في هدف الاول الحته الفنيه وعنده هدفين رئيسيين. اول هدف ان احنا نصعد لعيبه في الدرجه الاولى بالتنسيق مع الجهاز الفني تمام، والتاني هدف ان احنا نطلع لعيبه اوروبا. اوروبا بالنسبه لنا اللعيب كان دايما قبل كده الاهلي بيبص على الاول ترانسفير، لما لعيب صغير في الناشئين مثلا يجي له عرض من اوروبا من نادي صغير برده يطلب ارقام تكون ممكن تكون مبالغ فيها شويه. دلوقتي القصه مش كده، دلوقتي انا ببص على السكند ترانسفير، اللعيب النهارده هيروح اوروبا في نادي هناك هيطلع برقم صغير جدا، بس لما يتنقل بعد كده لو ربنا كرمه وراح نادي اكبر انا باخد فلوس اكتر بكتير قوي كنادي، او ان هو اللعيب هيتطور ويرجع تاني زي عبد القادر بس يكون تحت عينينا. فبيكون عندنا كذا شانل في اوروبا ان احنا نشتغلها بالشكل ده، فمنها ان احنا اللعيبه ياخدوا خبرات ويرجعوا لنا، ومنها ممكن تكون منها بالنسبه لنا مكسب مادي ان احنا اللعيب بعد كده يحترف في اوروبا وربنا يكرمه. فتحت الاتصالات اوريدي مع انديه؟ لا خلصانه خلاص. احنا كنا بنقول لك يناير كنا ثلاث لعيبه هيطلعوا خلاص، طلب مني كذا ثلاث مراكز في انديه ايه ولا لا في الشيكو بولندا. طلب ثلاث مراكز وخلاص، كنا كلمنا الانديه هناك والناس كانوا عايزين وثلاث لعيبه موجودين معاهم وبعتنا لهم فيديوهات اللعيبه وخلاص الموضوع خلص. بس فكره الكورونا هي اللي معطله الدنيا شويه، بس ان شاء الله الصيف الجاي باذن الله لما الدنيا لو هديت شويه ده هيحصل 100%. يعني ممكن نشوف الفكره دي تتكرر مره تانية في الصيف؟ هي هتحصل ان شاء الله، هتحصل خلاص. يعني اول ما احنا خلاص عندنا كذا علاقات مع كذا نادي في اوروبا وكذا وكيل في اوروبا والناس ماشيين معانا كويس جدا في القصه دي. عندنا كواليس بقى مهمه، تعاقد مع فايلر، رحيل فايلر في ظروف صعبه، قدوم موسيماني، رحيل بعض نجوم الاهلي، وظن البعض ان الاهلي ممكن يقع، لكن الكابتن امير توفيق بيكون دايما في الميعاد بصفقات مهمه. هنعرف كل التفاصيل دي ولكن بعد الفاصل. كابتن امير، يعني كنت يعني موجود انت والمهندس خالد مرتجي في سويسرا في التعاقد مع فايلر. الكواليس اللي كانت في التعاقد، خاصه ان فايلر في النادي الاهلي ما شاء الله الفتره الاولى يعني كان حاجه منوره قوي، بعد كورونا بقى حاجه تانية. انت كنت من اقرب الناس لفايلر وشخصيه فايلر. بص احنا قبل فايلر احنا كنا في ثلاث مدربين، كان واحد فايلر واحد منهم. رحنا موناكو الاول قعدنا مع ثلاث مدربين وبعد كده كان بالنسبه لنا في الاخر كان انسب واحد كان هو فايلر، قلت له مهندس خالد مرتجي. قعدنا معاه حوالي 3 أو 4 مرات في 3 ايام، اتكلمنا في كل التفاصيل، شرحنا له المشروع بتاعنا في النادي الاهلي الفتره الجايه كله كان عامل ازاي. هو كان متحمس جدا. لو خدت بالك وقتها كان في شويه برضو رفض جماهيري لفكره وجود فايلر، ان كان اتطرح كام اسم قبلها اسم كبير، فالناس كانوا طموحاتهم عليه شويه. بس احنا حتى مهندس خالد كان ليه كلمه مهمه جدا معايا واحنا في زيورخ بقى بعد لما رحنا مدينة العود، قال ان احنا مش فارق معايا فكره السوشيال ميديا او الضغط بتاع السوشيال ميديا، عشان احنا كنا واثقين ان فايلر هيعمل شغل كويس، ان هو كان شخصيه كان كاركتر باين، هو كاركتر مختلف ويعرف يسيطر على فرقه وفنيا كمان كان عارف يعني ايه النادي الاهلي. وميزه فايلر وحتى دي كانت مع موسيماني برضو، ان احنا دلوقتي بنبص على المدربين دايما
اللي ماسكين فرق بطوله حتى لو في دوريات صغيره. بس فكره الفرقه البطوله دي مدرب اللي بيكون ماسكها بعد كده كان الاهلي بيكون عارف ان هو عايز لازم يكسب على طول. مع عنده هو مع اندرلخت هو كان مع لا كان في الاول مع اراوا في سويسرا درجه ثانيه، بعد كده المانيا نيورنبرج درجه ثانيه، دول فرقتين يعني فرقتين بيحاولوا يصعدوا. بعد كده اندرلخت برده نفس الكلام في بلجيكا دوري والسوبر بالظبط. فهو فكره فايلر كان دايما فرق بطوله بيحاول يصعد ممتاز في البلد بتاعته، او ان هو بيروح مع اندرلخت دوري بياخد دوري سوبر معاهم وبيلعب تشامبيونز ليج. بعد كده موسيماني نفس الكلام برضو، ان موسيماني برضو فرق بطوله ومنتخب من افريقيا منتخب كبير. لا بس قبل موسيماني النهارده اذ فجاه النهارده في توقيت صعب جدا فايلر موجود في النادي الاهلي، فايلر قبل النهائي الافريقي قبل نص النهائي رحيل فايلر النهارده انت في وقت صعب، اختيار مدير فني ايضا في وقت صعب، خاصه لو فايلر كان مشي مع بدايه جائحه كورونا كان يبقى عندك وقت طويل تقدر تختار وتقدر تحط الجهاز الفني بتاعك، لكن جه في توقيت صعب جدا. بص فكره فايلر زي ما قلت قبل كورونا كان شخص، وبعد كورونا الدنيا اختلفت شويه. الكابتن خطيب وقتها واللجنه ان احنا كان في رؤيه ان احنا مش حاسين بالامان قوي، يعني انت النهارده لا احنا لازم عندنا بلان بي تكون جاهزه من بدري. الكابتن خطيب كان عنده رؤيه واضحه في القصه دي، وهو فكره موسيماني كان بالنسبه له كانت اولويه قصوى ان احنا ازاي نحضرها من بدري. اول ما لقينا في الاخر ان فايلر فكره ان هو كان عايز يسافر وعايز يسافر يقعد 3 ايام في سويسرا، الموضوع خلاص الموضوع كان باين ان هو مش مظبوط يعني. فكان خلصنا ميتنج ده كان في قرار ان احنا لازم نقفل مع موسيماني كل حاجه، والكابتن كان بنخلص كل حاجه مع الراجل يعني. انت النهارده كنت بتفكر في موسيماني في الناحيه الثانيه طبعا، لازم في فاتح باب اتصال او طبعا معك يعني الكابتن طبعا وانا كنت معاه، دي حاجه اساسيه ان انت النهارده انت شايف الرؤيه. حتى ما احنا برده لينا كابتن سيد مدير الكوره بينقل لنا اوضه اللبس عامله ازاي وبينقل الامور جوه الفريق عامله ازاي. فالكابتن كان بيوضح الدنيا لا فيها مشاكل. فاجئت مصر كلها بموسيماني، يعني اخر توقع الناس كانت ممكن تتوقع النهارده موسيماني، ولا وكمان انت اخترته انت جاي في مشوار نهايه المشوار الافريقي، بطوله افريقيا مهمه ملم هو بالكره المصريه ولاعيبه النادي الاهلي ملم بالفرق المنافسه لينا. طبعا. واكبر ميزه عنده ان هو موسيماني كان الفرق اللي مسكها كلها بيقعد 5 أو 6 سنين في الفرقه. يعني كان سوبر سبورت قعد حوالي 5 سنين، المنتخب جنوب افريقيا قعد 4 أو 5 سنين، عنده استقرار في المكان اللي بيشتغل فيه، سان داونز 7 سنين وكان لسه مجدد عقده. فمش واحد بيتنقل كل شويه في مكان. فدي حاجه تدينا برده شويه راحه ان الراجل عارف يعني ايه مقدر قيمه المكان اللي هو فيه. فهو موسيماني في وقت في التوقيت ده كان هو عارف الفول باكج، الراجل حافظ افريقيا، حافظ لعبتنا، حافظ الفرق اللي لعبها في افريقيا اللي هي كان الوداد والرجاء والزمالك، وفي نفس الوقت مستقر، عارف يعني ايه يبني هويه للنادي بتاعه. فهو نفس الكلام اللي حملناه في الناشئين، فكان في درجه اولى نفس الكلام برضو. فهو كان باكج كانت مثاليه بالنسبه لنا الفتره دي. ميشيل يانكون مدرب جاي مع ريني فايلر، بعد رحيل ريني فايلر والجهاز كله تم الابقاء على ميشيل يانكون، انت اللي قعدت مع ميشيل يانكون وعرضت عليه الامر، ويعني بالتنسيق طبعا مع الكابتن خطيب ولجنه التخطيط طبعا، مدينك تفويض. انت احنا شايفين الشناوي ما شاء الله عامل ازاي طبعا، عامل طفره مع حراس مرمى النادي الاهلي، ولازم استغل الموضوع ده برده ان احنا لازم علي لطفي من الاجوان كويسه جدا، عامل شغل كويس جدا في التمرين حتى مع ميشيل. فكل ما بياخد اكتر مستواه هيعلى اكتر، عندنا جوان صغيرين مصطفى وحمزه دلوقتي مع ميشيل برده، كنا في قطر مع بعض شفنا مستوى ما شاء الله محترم. الراجل ميشيل تمرينه مختلف، تمرينه جديد عن اللي احنا متعودين عليه. فالراجل مدرب كويس قوي، هو كان حابب يقعد في مصر، حابب يكمل مع النادي الاهلي، فاول ما عرفنا ان هو ممكن يكون حابب القصه دي اتكلمنا معاه وخلصنا مع الموضوع. في جمل شهيره هتفضل في النادي الاهلي، جمل دمك ساعه وترد عليها طبعا، كواليس رحيل رمضان صبحي، احمد فتحي وتجديد احمد فتحي، حسام عاشور، شريف اكرامي، الكواليس دي خاصه انها كانت فتره ممكن يهتز فيها النادي الاهلي، لكن النهارده الكابتن امير توفيق تمسك بمبادئ النادي الاهلي وردود النادي الاهلي علشان يبقي دايما النادي الاهلي فوق الجميع. بص ممكن نتكلم فكره شريف وحسام عاشور وفتحي، ممكن نتكلم عنهم. الناس دي قدمت حاجه للنادي الاهلي، قدموا تاريخ للنادي، حتى لو احنا عندنا مشاكل معاهم، مش كامير، ممكن في طريقه المشيان او حصل حاجات زعل من الجمهور او حاجه، بس في الاخر لازم نعترف الناس دي قدمت حاجه للنادي، لعبوا سنين طويله في النادي وخدوا بطولات. رمضان
مش فارق معايا اتكلم عليه بصراحه. اللعيب راح مكان تاني ما قدرش اللي احنا قدمناه له. ففكره ساعته عليا مش هي طلعت ترند وكل حاجه، بس دي حاجه والله ما تبسطنيش فاهمني، ان انت النهارده تكون قدمت كل حاجه لشخص معين وعملت له كل حاجه عشان يكون مقدر قيمه المكان اللي هو فيه وفي الاخر يكون ده رد الفعل. فمش فارق معايا الكلام ده بصراحه خالص، فخلاص يعني مش. طب وليد سليمان، وليد سليمان التفاوض معاه ما اخدش اكتر من 30 دقيقه. لا وليد، وليد كان سهل جدا يعني. بص انا فكره التجديد، انا اول مره اقعد تجديد او اتولى المسؤوليه دي كان الفتره شهر 3 اللي هو ده. كان كابتن خطيب قال لي هقعد مع اللجنه، كان وقتها اللجنه بتبلغ حسام عاشور والشريف كرامي ان هو خلاص يعني. الشريف كان قبلها، كان الشريف طلع قبلها بشهر قال ان هو عايز يلعب في مكان تاني. فاللجنه طبعا شكرته جدا وقالت له شريف يعني ربنا يوفقك في الحته اللي هتروحها. نفس الكلام لعاشور، اللجنه شافت ان هو فنيا ممكن يكون مش موجود. فانا ما كانش ليا دور قوي في الحتتين دول، كان ليا دور اكتر في وليد وفتحي. وليد كان عايز يكون موجود معانا وكان مقدر جدا، اتفقنا على ارقام وخلاص وخلصنا كل حاجه. فتحي هو نفسه حتى كان حد من بيراميدز هاني سعيد غالبا كان طلع اتكلم ان هم قبلها كانوا كلموا معاه والامور كانت يعني كانت شبه خلصانه يعني. لكن فتحي فنيا قدم معانا موسم كويس، نهى بشكل كويس فنيا. فيعني ربنا يوفق. وهتبقى كلمه الكابتن محمود الخطيب كانت مع الاستاذ يعقوب الساعتي، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. نمنا صحينا لقينا الكابتن امير توفيق في الجزائر بيتعاقد مع لاعب من اهم لاعبي النادي الاهلي، اليو ديانج. اليو ديانج والكواليس، يعني انت فاجئتنا بالصفقه دي، صفقه اليو ديانج ما شاء الله من اهم الصفقات للنادي الاهلي. ازاي كنت متابع اليو ديانج في الدوري الجزائري، حاطط عينك عليه، سافرت فجاه لقينا صوره الكابتن امير مع اليو ديانج، تم التعاقد مع اليو ديانج. ديانج احنا تعاقدنا معاه في شهر 7. احنا كنا بنعمل له سكاوتنج من شهر 2. شهر 2 يعني انت بتابعه قبلها بخمس شهور؟ قبلها بس احنا كان الدوري خلص شهر 5 هناك في الجزائر. فقعدنا 3 شهور بنتابعه. بعد كده تفاوضنا في شهر 6، فتره كبيره حوالي شهر كده بنتكلم مع النادي. وفي الاخر خلصنا كل حاجه في اول 7. ديانج برده كان لعيب شايفين ان هو كان فاكر وقتها كان في مفاضله اعلاميه بين ديانج وفرانكوم. اي فرانكوم اللي كان لاعب الترجي، او كان الناس كلها رايحه لفرانكوم، ديانج ما حدش مركز معاه قوي. رقصت الناس كلها ورحت حته ثانيه. احنا كان ديانج شايفين لعيب صغير في السن، لعيب المستوى بتاعه في تصاعد جامد جدا. كان معايا وقتها كأنيس بوجلبان، كان معايا في القصه. ساعدني جدا في الموضوع ده وسهل عليا كل حاجه هناك في الجزائر وخلصنا كل أنيس بوجلبان. طبعا سهل عليا كل حاجه في الجزائر هناك، وكان بيساعدني بشكل جامد جدا يعني. ويعني كان ليه دور جامد جدا معايا في القصه يعني. طب ايه حقيقه ان بنك كل يوم بنسمع اليو ديانج ليه عروض احتراف، اليو ديانج هيمشي في نهايه الموسم؟ خلي بالك ان الفتره دي لسه بدري قوي على الكلام ده. الفتره دي طول ما النادي الاهلي بيمشي كويس، طول لازم يطلع اخبار كده نتائج طيبه وبتحقق بطولات، لازم هتلاقي الاحتراف واللعيبه. رغم ان احنا مش في موسم احنا الاسبوع اللي فات ده جه عروض احتراف للشناوي والهاني محمد هاني واليو ديانج ومين تاني وجبنا فرود عراقي وفرود صح ولعيب واحتمال انت تحترف وجبنا لعيب بتاع سيمبا وجبنا لعيب من تاني. فيعني لسه هنسالك عن كل ده. يعني ما فيش، بص ما كلها حاجات يعني استهلاك الي مش اكتر فاهمني. انت النهارده احنا شهر 2، الويندو في مصر هيفتح امتى؟ ما حدش عارف. يفتح في 7 ولا في 8 ولا في 9؟ الدوري يخلص امتى؟ ما حدش عارف. فلسه بدري قوي على الكلام ده يعني، وما حدش عنده معلومه والله بجد يعني. الناس اللي بتقول لك الاهلي هيجيب حد او هيمشي حد او مثلا مروان محسن يطلع اعاره، طب يا جماعه عرفتوا منين الكلام ده؟ اذا كان اصلا لسه اللجنه ما خدتش قرار. الراجل بيلعب موجود في الملعب مع فرق. فيعني لا مش طب حقيقه الكلام امبارح طلع كلام عضو اداره النادي المصري بيقول ان كريم العراقي اللاعب بيقول النادي الاهلي عايز يطلعه بره عشان يرجعه. حقيقه الكلام انت موجود معانا عشان نوضح بس يعني هو كلها. هو بيقول لعيب قال له كده؟ يعني هو توصل ان اللعيب يعني هيطلع احتراف في اوروبا علشان يعني كوبري، عارف في الكوبري دايما بيقول لك النادي الاهلي بيعمل هو توصل؟ يعني علشان يرجع للنادي الاهلي مره اخرى. حقيقه الكلام ده وحقيقه المفاوضات ايه؟ يعني انت موجود معانا دلوقتي. عيب الكلام ده، عيب يعني. يعني ما النهارده لعيب نادي بيجدد مع لعيب او عنده مشكله لعيب بتاعه، ليه نحط اسم الاهلي في الموضوع؟ دخلش النادي الاهلي احنا مالنا؟ يعني ليه؟ ما مش مستاهله خالص يعني. كل نادي يبقى مسؤول عن لعيبته وتصرفاته معاهم، لكن دخل اسم الاهلي في الموضوع ده مش منطقي خالص يعني. طيب عايزين نروح برضو لصفقه من الصفقات المهمه اللي ابرمها كابتن امير توفيق السلطان، بدر بنون. ما شاء الله اضافه قويه جدا في دفاعات النادي الاهلي. بدر اضافه فنيه وشخصيه. تابعته من امتى؟ انت قلت لي اليو ديانج
يعني خمس شهور بتتابعه. طب بدر، بص بدر، احنا من قبل الكورونا او قبل ما الدوري يقف للكورونا كان خلاص كان اتجهنا ان احنا عايزين مدافع اجنبي يكون موجود للنادي الاهلي. كان لجنه تخطيط وكابتن خطيب كان خلاص الفكره موجوده كده ان احنا كنا عايزين ستايل لعيب معين ما كانش متوفر قوي في الدوري المحلي. فبدر يعني المتابعه كانت اقوى يعني في الاول قبل كورونا كانت موجوده شويه بس بعد كورونا لا خلاص كنا بشكل الصفقه خلاص لا خلاص قعدنا كمان شهر بنركز عليه ان هو يرجع ازاي من من الاجازه والكلام ده كله. كان راجع ما شاء الله بشكل برده محترم جدا. نفس هو نفس بدر ما اتغيرش يعني. فخلصنا في شهر 9 خلصنا بدر في اول 9 بالظبط. المفاوضات مشيت بسهوله ولا كان فيها صعوبه؟ لا كانت بسهوله. بدر كان عايز يجي عندنا يعني هو مع انه كان عنده عرض في احد الانديه الخليجيه وبعتوا لي يعني شفت العرض اللي جاله برقم اعلى عندنا بكتير لكن هو كان عايز يجي في النادي الاهلي. رغبه اللاعب بتفرق وانت بتفاوض اللاعب جدا جدا حتى لو المبالغ والفلوس عاليه. بص في لعيبه بتكون عندها فكره ان هو بيبص للمستقبل. في احد اللعيبه عندنا في الفرقه دلوقتي هو عايز يسافر ماشي فبساله بقول انت عايز تروح الخليج ولا عايز تروح اوروبا ولا عايز ايه؟ ده لا لا احد اللعيبه بيقول لا انا عايز اطلع اوروبا دلوقتي وبعد كده في اخر في يوم من الايام انا هرجع الخليج. فاهم قصدي؟ يعني اللعيب في الاخر هو محدد حياته. النهارده الاهلي فلوسه اقل من الخليج ودي حاجه معروفه. بس اللعيب بيقول انا حابب تاريخ في الاهلي بعد كده ممكن اروح الخليج بعد كده الحته الماديه ممكن اعوضها شويه. فاهمني؟ فنفس الكلام بدر، بدر النهارده هو لا انا عايز اكون في النادي الاهلي، عايز اعمل تاريخ مع النادي، وانا عارف ان كده كده انت عارف لعيبه العالم كلها دلوقتي النهارده اخر كام سنه بيروحوا ممكن الصين او الخليج او امريكا، بيكون ده توجه في لعيبه اوروبا او لعيبه افريقيا عامه. يعني احنا بناخد منك تصريح دلوقتي ان بدر بنون رفض عروض مغريه من الخليج علشان تمسكه بالنادي الاهلي. ده في الاول خالص. في الاول خالص يعني واحنا بنخلص الديل كان في نادي عايزه وبعت له عرض رسمي برقم كبير يعني. وفي الاخر لا كان عايز يكون موجود معانا. وبدر في الاخر ما شاء الله بقول لك فنان وشخصيه، ان بدر شخصيه ما شاء الله حاجه هاديه جدا وراكز وفي الملعب لعيبه بتحبه فما شاء الله عليه يعني. وما شاء الله هو يعني اضافه كبيره للنادي الاهلي وشخصيته كمان تتماشى مع النادي الاهلي. عايز اروح لفاصل بس يعني بعد الفاصل عايز اسالك بقى عن سيرين وايه سبب توقف الصفقه والصفقه كانت وصلت لفين واخبار سيرينو ايه. ناخد الاجابه من الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن امير سمعنا ان سيرينو في النادي الاهلي، سمعنا ان سيرينو فجاه المفاوضات توقفت، وصلت لفين مفاوضات سيرينو وليه توقفت؟ توقفت العامل طبعا لاعب سان داونز. طبعا العامل المادي هو اللي وقف الموضوع. احنا كنا عايزين سيرينو واتكلمنا مع سان داونز كذا مره لكن هم كانوا بالنسبه لهم حطوا ارقام مبالغ فيها جدا ومش منطقيه بالنسبه لنا. فخلاص احنا وقفنا الديل خالص يعني. ممكن تدفع للاعب رقم كبير ما يتمشاش مع الفرقه بتاعتك؟ استحال. لاعب ليه هو ولا النادي؟ لا انا بتكلم على اللاعب نفسه. استحال. هل النهارده في سلسله التعاقدات بتحط انت سقف لكل في سقف موجود لكل فئه؟ في سقف. احنا دلوقتي لغينا الفئات. يعني الاهلي في الاول كان عندك فئه اولى وثانيه وثالثه كانت ارقام فاكر كانت واضحه. دلوقتي مش كده، دلوقتي عندنا سقف للفرقه. تمام؟ وما تحت السقف ده كله خاضع لاتشيفمنت يعني لجوان وارقام ومشاركات ولعب دولي يعني. بالظبط. او خلال الموسم انت الموسم لعبتها لعبت منتخب يعني ليها كده حزبه معينه هتدي نوع من العداله. اللعيب النهارده لما بياخد كان عايز رقم لما يشوف مثلا النهارده ان مثلا وليد سليمان او محمد الشناوي اللي هم اكتر اثنين في الفرقه مثلا موجودين بياخدوا ارقام معينه مش منطق ان لعيب تاني يكون موجود لسه جاي جديد يقول انا هاخد اكتر منهم. ده بالنسبه لنا مش هيبقى منطقي. فما دام في عدل موجود وكل لعيب عارف هو بياخد طبقا لقدره النادي وانا مش جاي عليه خالص ماليا فيبقى موضوع ظريف يعني. عملت حاجه جميله جدا حته تمديد العقود من بدري. يعني انت النهارده اللاعب ممكن يبقى عنده لسه سنتين في عقده. كابتن امير توفيق شفنا خلال الفتره اللي فاتت محمد الشناوي، شفنا اليو ديانج، شفنا حمدي فتحي، شفنا علي معلول. لا لا لسه علي معلول. بس بص حته تمديد العقود خلي بالك كان ليها جزئين برضو. يعني احنا مددنا لعلي لطفي ومحمد شريف وحمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق. بس اكرم توفيق كان من الاول بس فعلناه قريب. تمام.
اللعيبه دي كانوا ماليا مظلومين قوي. تمام. فاحنا النادي الاهلي احنا من نفسنا قلنا لهم احنا لا احنا لازم نعوضكم ماليا عشان يعني العقود بتاعت اللعيبه دي كانت قليله مش مطابقه زي ما قلت لك مش مطابقه للكراتيريا اللي عملناها. فلازم احنا نعوضهم ماليا نخلي الشكل مظبوط. يبقى اللعيب واحد زي حمدي فتحي لازم يكون في وضعه المناسب للفرقه دلوقتي. كويس قوي. يعني انت النهارده اللعيب ما طلبش وانت مطلبش. النهارده كان انت اللي قلت له انت اللي بتعدل العقود اللعيب. انا هعدل لك عشان تبقى مناسبه لوضعك الفرقه دلوقتي وهنمد كمان سنتين في عقدك عشان يبقى 5 سنين. فاللعيب بالنسبه له هو دي حاجه اللعيب بيحس بالامان برده. كويس. النادي نفسه من بيعدل ارقام اللعيبه من غير ما هم يطلبوا. عندك مين الفتره الجايه اللي محتاج يجدد عقوده او مين اللي يعني اللي عقده ممكن ينتهي قريب؟ انا بقول لك كل حاجه بقالي شويه اهو. خلاص لسه مش شايف ارد على دي. طيب ماشي احنا محتفظين على ايه بالسريه التامه. عايز اسالك من سنتين شفنا كابتن محمد الشناوي هو ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين المخلصين المخلصين. محمد الشناوي من سنتين جاله عرض من بيراميدز كبير علشان ينتقل بيراميدز وكان في مفاوضات. عارف الرقم طبعا يعني حاجه قريب يعني اتقال لي رقم كده من كذا حد يعني 25 مليون في السنه. يعني ما اعرفش بس أنا هو بقول لك 25 مليون في السنه كان لمحمد الشناوي عشان ينتقل لبيراميدز. هو الشناوي انا عارف ان هو رفض او مش رفض يعني قال للبيراميدز وقتها كلمه النادي الاهلي. النادي الاهلي هو المسؤول عن الكلام ده. الشناوي انا جددت معاه برده السنه دي في شهر 7 اللي فات. كان هو وسعد سمير كانوا مع بعض. كان سهل جدا سهل جدا 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 هما الاثنين. يعني كانوا قاعدين بصوا يا جماعه احنا هنعمل 1 2 3. انت لعبت قد ايه؟ شاركت في قد ايه؟ وضعك في المنتخب عامل ازاي؟ في الاهلي عامل ازاي؟ هتاخد كذا. بس. سعد سمير والشناوي. الامور كانت سهله جدا. فاهمني؟ والشناوي برده من اللعيبه ان احنا اتعدل عقدهم كذا مره. هو جه من 4 سنين اتعدل مرتين عقده. كويس. تمام؟ جزء هو طبعا هو بيكون عايز ماليا يكون بيتقدر طبعا. بس الجزء الاساسي ان احنا اللي عايزين نقدره ماليا برضو. النهارده الشناوي الله اكبر عليه. انت بتتكلم كابتن النادي الاهلي جون منتخب مصر لعب كاس عالم دلوقتي كاس عالم انديه. جون خلاص وصل لليفل ما شاء الله مختلف خالص عن الاجوان اللي حواليه في مصر كلها. فلازم يكون ماليا احنا بنقدره. فبرضو الشناوي من اللعيبه ان احنا من نفسنا كلمناهم يا شناوي كان فاضل له 30 في عقده. فقلنا لشناوي لا احنا ماليا هنقدرك وهنمد يعني فاهم قصدي نفس الفكره برضه. وده بيديك استقرار وكمان النادي الاهلي يعني واللعيب مش محتاج ان العقد يخلص ده انت في وسط العقد وهو شغال اداء اللاعب بتجدد بيديك استقرار فني وفي اوضه اللبس مع اللعيبه. واللعيب بيحس بالامان برضه. اللعيب بيحس بالامان ان هو عارف ان هو النهارده هيدي برقم. اول ما اللعيب يكون بيشتغل او يأدي بشكل كويس النادي من نفسه النادي بيكلمه عشان يعدل فلوسه على طول. صاحب القضيه ممكن محمد مجدي قفشه. يعني كنت انت برضو موجود في الصفقه دي وانتقل من بيراميدز للنادي الاهلي وكان تمسك بالنادي الاهلي. كواليس الصفقه وانتقال قفشه من بيراميدز للاهلي. قفشه احنا كنا عايزين حد في المركز رقم 10 يكون موجود. تابعناه برضو فتره لما كان بيلعب مع بيراميدز وشفنا ان هو محتاجين لعيب زي كده. كلمناه هو كان عايز يجي بشكل مش طبيعي النادي الاهلي متمسك برضو جدا جدا. ده كان وقتها كان في كان ممكن يروح كان جاله عروض تانية من نادي الزمالك يعني بالاخص يعني. بس هو كان رافض تماما وكلم بلغ اداره بيراميدز ان هو يكون موجود مع النادي الاهلي. الحاجه الوحيده اللي مع قفشه ان هو يوم التوقيع قفشه جه في اخر يوم في القيد لو فاكر في اخر 3 4 ساعات حاجه زي كده يعني. وانت الكود بيقفل فعلا. فوقتها الزمالك لما عرف ان قفشه خلاص هيوقع مع الاهلي كانوا عايزين يعلوا بعتوا البيراميدز ان هم يعلوا يعلوا سعر الصفقه يعني. لكن بيراميدز وقتها كان علاقه مع كانت مع عمرو بسيوني وممدوح حيد الناس كانوا في احترام بينا في في الصفقه دي يعني. ووقتها برضه حصل ضغط من الزمالك وحطوا ارقام عاليه جدا. فيعني قفشه كان عنده قرار واضح ان هو لا انا عايز اكون بس الاهلي عايز ابقى موجود. وقتها قعدنا في الاوبرا مثلا في الجراج 3 ساعات محبوسين في الاوبرا عشان ما حدش خلاص قفشه معانا خلاص الموضوع مش صفقه خلص مش هيخ ما فيش اي تغيير يعني. واشتغلنا على كده وجي وخلاص ما يوقعنا ما فيش كان ساعتين يعني. طيب وكهربا كهربا من الصفقات برضو المهمه النادي الاهلي. البعض حاول يقلل من كهربا وانه صفقه غير جيده للنادي الاهلي لكن كهربا لعيب كبير وبنشوف اداؤه مع النادي الاهلي وكمان تغير يعني. كهربا مش بشكل كويس. كهربا كان لعيب فري كان فسخ عقده مع نادي برتغالي. فاحنا شفنا ان وضع القانوني عامل ازاي وسالنا وعندنا محامي بتاعنا في سويسرا سالناه وفي الاخر تعاقدنا معاه. انت تعاقدت معاه من فري من اوروبا لا فري اصلا مش مع حد يعني ما دخلتش انت مع نادي الزمالك لا مش طرف خالص نادي الزمالك مش طرف مش طرف في الموضوع. وده اللي الفيفا قاله لما نادي الزمالك اختصم نادي الاهلي في الموضوع. الفيفا قال لا الاهلي اصلا مش طرف في الموضوع خالص.
عندنا اسئله كتير للكابتن امير توفيق، هاشتاج اسال امير توفيق. مصطفى كرم بيقول يا مساء الخير عليكم وعلى اجمل قناه، سؤالي هو هل الاهلي سوف يتعاقد مع لاعب باك شمال؟ باك شمال ليه؟ سؤاله. لا لا خالص. طب يعني النهارده عندك علي معلول ومحمود، علي ووحيد وايمن اشرف ومحمد شكري ومحمد اشرف تحت في الناشئين، فلا يعني انت كمان مأمن فريق اول وكمان من الناشئين. السؤال الثاني اسلام عبد يقول مساء الخير عليكم كابتن اسامه وكابتن امير، سؤالي كنت حابب اعرف هل حسين الشحات طلب الرحيل لانه غير مرتاح علشان الضغوطات ولا دي مجرد اجتهادات؟ اجتهادات اعلاميه. انت كنت موجود برضه في صفقه حسين الشحات. حسين الشحات نازل يعني عن كتير قوي. طب ما تقول لنا حسين كان لا غير حابه تعرف حسين كان عقده في الامارات ثلاث اضعاف عقده مع النادي الاهلي. كان ثلاث اضعاف عرضه مع النادي الاهلي عقده. يعني العقد الثابت غير بقى هناك، انا عارف هناك في الامارات في مكافئات بالظبط كده بالظبط. فهو لا هو اتنازل خالص ولا اتكلم، واخد هنا رقم عادي جدا زي الناس اللي حواليه وما اعترضش خالص وما كانش عنده اي مشكله. تمام. عمرو بيقول لك مساء الخير على مهندس التعاقدات. لا ده بقى امير التعاقدات، مهندس الكابتن عادل فيه عشان ما يزعلش. هل في عروض اوروبيه لمحمد هاني ومحمد الشناوي بعد برونزيه كاس العالم؟ لا 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 مفيش. بص الفكره في انديته، حتى لو اي نادي في اوروبا لو عايز اي حد في نادي الاهلي او اي لعيب عامه بيقيمه على فتره. فمش منطق ان لعيب لعب كويس في كاس العالم فنقول جاله عرض. لا الموضوع بياخد فتره من 3 ل 4 شهور، الانديه بتقيم وفي الاخر بيشوفوا لو هيبعتوا حد يبصوا عليه وفي الاخر تمام. احمد الهلالي بيقول لك هو كريم فؤاد مضى 5 سنين ولا لا؟ لعيب عيب الكلام ده، لا لعيب لعيب مش بتاعنا ولعيب من نجوم معار الانبي، فطبعا لا عيب احنا نمضي حاجه زي كده يعني. خلي بالك ما كل الاسئله لعيبه مصر كلها بتلعب في النادي الاهلي دلوقتي. بالظبط. السؤال اللي جاي بيقول اعتقد الاهلي محتاج موليكا وعبد الرحمن مجدي وينج يمين وكريم فؤاد باك يمين وبسام حارس الطلاع وقال فرقه دلوقتي حارس مرمى والفرقه كلها. انا بس بص انا عايز بس جمهور الاهلي يثق فرقه شويه. لازم يعني الفرقه دي اللي خدت دوري وخدت افريقيا وخدت كاس وثالث عالم، فشويه ثقه بس في اللعيبه عندنا شويه عشان الموضوع يبقى يعني. ساعات بحس ان في شويه ظلم في الموضوع ده شويه بصراحه. طبعا هو انت محتاج دعم، خاصه انت كمان انت يعني ما شاء الله الفريق بيحقق انجازات على ارض بالظبط. انت محتاج دعم، لو احتاجتك دعم محتاج في يعني في حاجات محدده جدا. بس مفيش اكتر من كده يعني. متابع احمد ياسر الريان طبعا. طبعا. اخبار احمد راس احمد ياسر الريان ايه؟ ربنا يوفقه وماشي بشكل كويس. طبعا جدا. وهو عشان كده طلعه ان هو كان احمد عايز يلعب عشان الاولمبياد وعينه ان هو عايز يكون في الملعب يعني. فبلغناه حتى انا كنت فات معاه قبل ما يعني قبل ما يرجع من الاعاره، قلت له احمد انت لو ما لعبتش معانا طلعك شهر واحد تطلع اعاره في مكان بره عشان تأدي بشكل كويس. واحمد مش كويس قوي ما شاء الله عليه. طيب اخيرا طاهر محمد طاهر من الصفقات المهمه جدا، من الاضافات القويه للنادي الاهلي. يعني كواليس طاهر يعني تمسكه كان عايز يحترف، لا ده تمسك بالنادي الاهلي جه. طاهر كنا عايزينه من السنه اللي فاتت واتكلمنا معاه بس ما حصلش نصيب يعني. ما خلصتش معاك من السنه اللي فاتت بالظبط. نفس الكلام برضو تبع ناس نادي، هو اتصاب في النص شويه مع المقاولين. بس احنا واثقين فيه جدا ان هو لعيب كويس وشخصيه كويسه وشخصيه الاهلي يعني، فعارفين كنا واثقين فيه جدا ان هو حتى لو اتصاب هيرجع بنفس اداؤه القديم، وده اللي حصل فعلا. وطاهر لا انت اتعاملت معاه برضه في قطر حاجه جميله. حاجة جميلة طاهر، شخصيه محترمه جدا، وبرضه الفتره الجايه ان شاء الله يكون ليه مستقبل كويس مع النادي الاهلي. اخيرا كابتن امير، لجنه التعاقدات وتسويف النادي الاهلي حاطه خطه لمده كام سنه قدام؟ سنتين بجد والله. سنتين يعني لمده سنتين. سنتين انت عارف احتياجاتك مش هقول مش اسامي صفقات خارجيه. انت معاك احتياجاتك، انت المراكز ايه المركز اللي عندك فيه مشكله كمان سنتين. بتبص على البدائل المحليه، البدائل الاجنبيه، الناشئين عندك مين ممكن يتصعد من تحت الفتره الجايه، بتحضره من دلوقتي. فلا الموضوع بشكل منظم الحمد لله. اخيرا ده اخيرا والله. انت في لجنه التسويق، النادي الاهلي محل التاسعه افريقيا، برونزيه كاس العالم، ايه اللي بيطمح فيه امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي انه يشوف في عقد الرعايه القادم؟ بص انا هطلع بره عقد الرعايه شويه. احنا عندنا الفتره الجايه الحاجه اللي طالعه قريب ان شاء الله خلاص، والمجلس ان شاء الله بيعتمدها اليومين دول. فكره الاهلي اونلاين ستور. احنا بنعمل الاونلاين ستور بتاع النادي الاهلي اللي هو بيتباع فيه بقى لبس النادي الاهلي وكل المارشندايزنج بتاعنا يعني كل حاجه تخص تخص النادي الاهلي عليه لوجو النادي، ممكن تستخدم حاجه المدارس، حاجه بيت، عارف كل حاجه. فده يتباع داخليا وخارجيا، يتباع في مصر وفي الخليج وفي اوروبا وامريكا واستراليا وكل العالم. فده ان شاء الله يعتمد اليومين الجايين دول.
وان شاء الله يبقى اللونش بتاعه في يونيو الجاي ان شاء الله. عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي اللي هينتهي كام مليون؟ نص مليار. نص مليار. نعم. تتوقع يكون كام لما في التجديده اللي جايه بعد برونزيت كاس العالم؟ هيبقى اكتر طبعا كتير بس لسه ممكن يوصل كام؟ لا بس في وقتها بقى ان شاء الله. ان شاء الله. احنا انا كابتن امير شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بالحوار معاك ويعني فتحت لنا قلبك بالرغم ان انت يعني ايه يعني عندك تحفظ لكن النهارده الحمد لله يعني جاوبت على كل اسئلتنا. شكرا يا كابتن اسامه وده شرف ليا وربنا يوفقك كده ان شاء الله كده كمان وكمان. اتمنى لك التوفيق. يعني احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكر ضيف اللي كان مشرفني ونورني كابتن امير توفيق، يعني كادر محترم جدا من الكوادر الشبابيه الاهلاويه اللي ما شاء الله في كل صفقه بيثبت جدارته. فتح قلبه لكل اسئله الشارع الاهلاوي وكده اعتقد غطى كل الاسئله بتتداول خلال الفتره اللي فاتت وكمان الفتره اللي جايه. وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.